كبير وهي كتشهق. عافاك رجعي ليا البلاصه، عافاك ما بغيتش نخسرو. اكرام دارت يديها على فمها وهي كتشوف بين يديها ضوضاء نازلين، والحاجه حتى هي بقات فيها قبل ما ينطقوا او يقولوا اي حاجه. كانت سهد عينيها وطاحت الارض وسط دمها كتنزف. ايوا رجعوا عند معتصم بعد ما فتح البيسي وشاف تسجيلات الكاميرا. خرج من البيرو، البيرو صد وطلع لجناح ايلول اللي كانت فرحانه بالانزال اللي دارته فاتحه. واحد السيد كتشوف اخر ما كاين في كساوين العرس، كانت عارفه بلي معتصم ما غاديش يتخلى عليها. شويه هي تشوفو دخل عندها عيون حمرين، خافت من صورته خلعها وهكاك. مازال حتى ما دوا معاها ما دخل شنق عليها. اذا انت اللي عاونتيها باش تهرب ياك، دابا غتعاودي ليا كي درتو ليها. ايلول كتحس بالتنفس ديالها على يتقطع، بقات كضرب ليه في يدو وتقمشو مازال شارق عليها حتى رخف عليها شويه باش تقدر تهضر. محتاتم شنو كتقول؟ شكون هربانه ما عاونت حتى شي حد؟ انت اللي عندك الربح باش تهرب، وانت اللي غادي تستافدي، والدليل هو الكذبه اللي كذبت عليا. فقول لي شنو اللي وقع وكيفاش حتى عاونتيها، والا ما غادي يعجبك حال. ايلول اش من كذبه كذبت؟ اشحال داكشي اللي وقع بيناتنا؟ راني ما كنكذبش. رضخه مع الحيط، ما كتكذبيش، راه شفت الكاميرات ما وقع بيناتنا والو، فاحسن ليك تقولي شنو وقع قبل ما نصيفطك البلاصه اللي جيتي منها. كاميرات؟ اش من كاميرات؟ صرفقه حتى تحت الارض. واش كتكذبي عليا هنا؟ بركه من تبو هادي ديالك. الكاميرات اللي في الجناح راهم سجلوا اللي وقع البارح. قلت لي قربت ليك، انا طحت كا وما قربتش لك، ما قصتك ما والو. انت باغيه تبلع عليا وتلقايك كنتي باغيه تمسحي كل شيء كيف ديما، ولكن لقيتيني بدلت القفل ديال الباب. معتصم تحنا المستوى، ها شدها من شعرها. دابا غادي تعاودي ليا كيفاش عاونتي عابر حتى هربات، حيت اليوم غادي نسافتك البلاصه اللي جيتي منها. فتحات عويناتها الزرقين اللي في لون السوا السما، وهي كتبتسم ديما صباحها كتبدا بابتسامة، وحين خديدة صالمت بزين حمرين بزين مكين. طلعت كتشبه لماماها بزاف، علقات نونوخس ديالها ونزلت من فوق نمسيتها، بدات كتسلت بشوية باش ماماها ما تحش بها. خرجت غادة بسكات حتى وصلت للكوزينة وهي دايرة ابتسامة شيطانية كيما باباها. خدات شكل ماماها من غير الشعر اللي كان لونو ذهبي وبوكلي زوين، ولكن طبعا نص خاطب قال الأصل منه. مشات جهة اللهجة فتحاتها كتشوف شنو غادي دير ومنين غادي تبدا. حطات له النقط ديالها على واحد الكرسي ودوات معاه كتحذير. شوف انت اسبقى هنايا ما غتحرك ما والو، سمعتيني؟ ورجعت للثلاجه كتهز وتحط حتى خواتها كلها. عاد جلست في الارض خدات نيوتيلا بقات لما حتى فتحاتها. اخشات صباعها مرات وشوكولا ومصات صباعها كتلذذ وهي كتاكل، حتى قامتها عاد حطاتها ومسحات يديها في بيجامتها ودات كتقلب شنو دير. بلا الحليب والبيض، بدات كتضحك وحده وشافت في النقص. ميليسا ندير لك كي كدير ماما خا كريب كي كدير ليهم. بدات كتشوف على اليمين واليسار حتى شافت البلاكار، مشات بشويه فاش بدات سوبيره ديال البلاستيك خداتها ورجعت حدا الثلاجه حطاتها. مشات البلاكار ثاني فتحاتها بدات منها واحد الطبسيط طل فيه الطحين، بقات مقاتله معاها كتدفعو حتى تحيد ثقيل عليها. وجلست في الارض دارت داك البانيو وسط الجيلات الصغيورين. خدات البيض كتهرس فيه مقشورو، خدات بطاطا الحليب كتحاول تفتحها حتى كبات على راسها نصو، ونص لاخر دارت وسط البانيو. خدات نيوتيلا وبدات كتحيد منها الشوكولا بيديها وتحطو وسط البانيو حتى خواتها. عاد بدات كتخلط بيديها ولات كلها بيض وحليب. يلا تقلبات على جنبها، بغات تعلقها يتلقى لاوتي خاويه. فتحات عينيها على جهته لقاتهاش ناعسه، ناط من بلاصه بالزرع عارفه غادي كتكون كدير شي كارثه من الكوارث ديالها كيف ديما. لبست بنوارة وخرجت من البيت حتى وقفت حدا باب الكوزينة بالصدمة من داك المنظر اللي شافت. مسيقاش لا ما يمكنش، واش هادي بنتها؟ وميليسا كتشوف فيها بكل براءة كأنها ما دايرة والو. ميليسا مامي زيدي كنت كندير لك خيب كنعرف نديرو ياك؟ عابر بدات كتهدن في راسها، صدات عينها. عابر ما تعصبيش، عابر غير بشوية بردي باش ما ترتكبيش شي جريمة. ميليسا مامي حماقيتي كدوي مع راسك. عابر الله يا بنتي واش محشومه عليك هاد الحاله اللي درتي؟ الكرام جايه خارجه من بيتها، اش من حاله درت عاود ثاني؟ شفت فيها عابر؟ اجي تشوفي زيدي. وصلت اكرام حدا عابر وهي تصدم، بدات كضحك. عابر كضحكي ياك؟ وشنو غادي ندير واش نبكي؟ وانا اللي خاصني نبكي ماشي انتي. اكرام انا بعدا باريه وبنتك اللي درت هاد الحاله، اذا انتي اللي غادي تجمعها. خلاتها ورجعت لبيتها. عابر كتشوف ديك الكروينه اللي دارت ورجعت شافت فيها. دابا انت كنتي كتصايبي ليا لي كريم. ميليسا حركات راسها عابر بدات كتقرب عندها بشويه بشويه حتى وصلت لعندها وهزاتها. اذا اليوم غادي نفطر بك،
زازا كتبوس فيها وتعنق وتهرها، ميليسا كتفركر وتضحك وتعنق ماماها. هذه هي حالة عبير مع بنتها، هي كل حياتها. أي حاجة دارتها ميليسا، عبير ما كتقدرش تخاصم عليها أو تقولها شي حاجة، عيونها وهي العالم ديالها. خرجتها من الدش بعد ما دوشات ليها على ديك الحالة اللي دارت، لبستها حويجاتها اللي ميليسا كتختارهم بيديها، واخا عندها غير قربت تكمل 5 سنين، 4 سنين وشي حاجة، ولكن كتعرف الموضة. عبير بدات كتمشط لها شعرها اللي لونه ذهبي، كتشوف تصرفات بنتها، كتشبه لباباها بزاف، نفس تصرفاته نفس فعايله من صغرها. وهي ذكية، اللحظة اللي جا في بالها طول هاد المدة، كل ليلة كل نهار كتفكر فيه، كتفكر كيف ضحك عليها، واخا مبقاتش حاقدة عليه كيف الأول، هاد الوقت كينسي، يمكن مبقاتش حاقدة عليه بصفة نهائية، ما عندهاش حتى شعور من جهته. فاش كتشوف بنتها كتقول يمكن كان خير ليها تلاقات باش ربي عطاها هاد الملك. سيدي داس تغير فيها بزاف الحوايج، عبير بدات تغيرات، خصوصا فاش كتكون مع بنتها كتولي صغيره، بدات سارحه حتى مشى النهار اللي وقعت ليها هذيك الحادثه. فلاش باك، نحسها فوق البايص في الكلينيك وحدها اكرام والجده، كتحس بالوجع في كرشها. ولدي ولدي اكرام، ولدي فين هو؟ اكرام نات بلاصه وشدات لها يديها. ارتاحي ما تحاوليش تحركي عبير، غادي تجي الطبيبه دابا. خلاتها ومشات كتعيط للطبيبه باش تدوي معاها. دخلات الطبيبه، مدام عبير كيف بقيتي؟ عبير كتحس بحال القناة شفالها، كنحس من الوجع، وجع كتير في كرشي عندي بحال الحسيك. طبيبة خاصك تصبري، الوجع عابر ما غاديش نقدر نعطيوك الدواء ولا شي مسكن، انتي في هاد الحالة حاولي ما تحركيش بزاف. عابر عافاك، مقدرش نصبر، الوجع غادي يقتلني. بغيت كتبكي، ما حيلتها الوجع ديال الإجهاد اللي من أشد الأنواع الوجع، ولا ما حيلتها تبكي على الجاني اللي فقداته. طبيبة شوفي عابر، ما غاديش نقدر نعطيو لك حتى دواء، حيت اي دواء غادي تاخدي غادي يضر الجنين الثاني اللي مازال في كرشك. عابر في صدمه، كيفاش جنين؟ واش ما ماتش؟ طبيبة هي كتشوف في الملف ديالها، تيكتي حامله بتوأم، ولكن بسبب الحراره اللي طلعت لك فوق 39 درجه الدم مابقاش كيوصل لاحد الاجنه، والوالده ديالتك تحلات، داكشي علاش فقدتي، ولكن الجنين الثاني متشبت بالحياه. فما عليك دابا غير الراحه، وعلى الاقل واحد 10 ايام تبقاي متكي على ظهرك، ما تحركيش بزاف. غادي نعطيك مثبتات ديال الحمل، تاخديهم بانتظام هاد 10 ايام اللي جايه. عبير واكرام وحتى الجده مصدومين ولكن فرحانين. عبير شاف سو اكرام، الحمد لله وخمت لي واحد ولكن ثاني مازال. درت يدها من تحت كرشها كدوز بحالا وهي كتحس بالوجع. طبيبه دابا نخليك ترتاح، يلاه على سلامتك. اكرام الحمد لله حبيبه على سلامتك. عبير يا ريت كنت مقاومتوش، ولكن الخير فيما اختاره الله. الجدة وعلى سلامتك بنتي، سمحي لي سمحي لي بسببي تعصبتي. عبير وانتي اللي سمحي لي الحاجة، برصتكم معايا، ولكن ان شاء الله غير نصحة غادي نمشي بحال هاتي. الجدة اخر مرة تقولي هاد الكلام، انتي دابا في مرتبة اكرام وبلاصتك معانا، انتي ولدك الله يقومك على خير بنتي. عبير ولكن الحاجة ما كاين ما ولكن، صافي هضره وحده وقناها. في قام شروطها صوت التليفون، خدا التليفون وجاوبات، وي توفيق ساعة ونكون وصلت نسالي مع ميليسا ونمشي. ميليسا حتى توفيق ديني معاه، خدا ندوي معاه. خدا التليفون عند عبير، توحشتك بزاف فينك؟ توفيق بابتسامة، هاي برنسيس حتى انا توحشتك. ميليسا يمتى نشوفك؟ الويكاند نجي ناخد البرنسيس ديالي للمدينة نتلقى لعب. اوكي ميليسا بدات كتنقص، ياهي صافي يلا بيزو. عبير خدا التليفون، وي توفيق اسمح لي بصد عينك معنا. توفيق ما تقوليش هاد الكلام عبير، ما بيناتناش انتي عارفه. قالت لي كيف فطره كيف العاده، صوت الماس هو اللي كيتسمع. سراج بابا اليوم دايرين حفله ديال عيد الام في السكول، معتصم مازال كياكل. مزيان سراج، امتى غادي ترجع ماما؟ توحشتها. معتصم شاف فيه، قريب ولدي قريب، غادي نمشي هاد الليله ان شاء الله المغرب، وتدير عقلك ورجع كي ياكل واللعب خدمني في راسو. معتصم في هاد 4 سنوات والزياده تغير بزاف، ولا جدي اكثر من القياس، مابقاش عنده لا مع الجنس اللطيف لا مع التفليات لا مع الضحك، حيت من غيرها ما كتحلالو حتى وحده. توحشها بزاف، ولا كل عطله كينزل المغرب كيفتش عليها والو بدون فائده، كيرجع بلا بها، ولا باغي غير يشوفها يسمع صوتها كل دقيقة، كيفكر فيها كيتمنى يلقاها، باغي يصحح كل شيء داز عليها، باغيها تبغي بخاطرها ماشي بزاف عليها. جالسين في البيرو
كيف العادة كيقادو في شي خدمة مازال ليهم باش يسافروا على راحتهم. معتصم عندي أمل ملي هاد الخطرة غادي نلقاها. آمين ونتمنى تلقاها إن شاء الله وترجع معنا. معتصم إن شاء الله شاف الساعة ديالو. أحمد تعطل علينا واش مغاديش يجي. آمين هذاك بلا ما تعول عليه من نهار عرف الحقيقة ديال رجل عمد سعاد سمح في الخدمة وكل شيء، بغي غير سعاد تسمح ليه. معتصم راه حتى هو زبلها معاها وجردها من كل حقوقها، حبسها اغتصبها، دابا حاملة ومحبوسة وهو سببها فاش ولدات ولادها مبكرة. أمير وراه إلا جينا نشوفو نتا أحمد راك فحال فحال، نتا غلطتي وهو غلط ودابا كندفعو الثمن ديال أخطائكم. معتصم وأنا اللي كندمع الثمن، أما هو راه سعاد حداه كيشوفها كل نهار، وخا محبوسة حداه ولكن غيجي واحد النهار اللي غتسمح ليه. ما تنساش حسنتي سنتا كان عندها كيدفع هادشي معانا. أمين داريتو تحت راسو أنا ما خسرتش حدا الحب. قبل ما يجاوبو معتصم كان دخل أحمد اللي كان سمع كلام أمين الأخير، عندك ما تخسر حدا الحب غادي تولي كتار منا. أمين شاف تجاهو قول بعدا غير السلام وانت داخل كتصنت علينا من امتى وانت واقف ورا الباب. أحمد جا وجلس على الفوتي. راه عاد وصلت فاش فتحت الباب سمعت الجملة الأخيرة ديالك. معتصم خلينا من هادشي دابا، قول لي كيبقى سعاد واش مثلا على نفس الحالة ديالها. أحمد مازال مقصح راسها ما خليت عندها حتى والو، كتقول لي الحاجة الوحيدة اللي جا معانا هي يارا، ما باغاش تربي تربى بعيد على والديها. معتصم ناض من بلاصتو كيلبس في اللباس ديالو اللي نصك عليه، كل شيء كيجي بالخاطر مع الوقت غادي تلين وانت اهتم بها. أحمد والله داير كتر من جهدي معها. أمين وليت كنكره نجلس معاكم بصح شكون زبلتوها في الاول ودابا لاعبين دور الضحية، ولكن تستاهلوا حيت مكنتوش كتسمعوا ليا. ما جا فين يكمل كلامه حتى كان معتصم يجير عليه بالطفاية ديال الكارو زقلها زقلو على شوية. أمين محشومة عليك غادي تخسر ليا وجهي. معتصم زيد كلمة أخرى ما نعقلش عليك. شاف أحمد حنا غادي نمشيو الليلة المغرب، الشركة أمانة عندك. أحمد وغير سير كون هاني الصاد وزوج معاك هذا باش نتسناو منه. معتصم فكيت حتى حالي تبقى لي غير هذا. أمين حتى هو ناض من بلاصتو، غير خلوني عليكم عاجبني راسي سالي باغتيغ سالي باغتيغ، عقدتوني كامل شي سواج. هند عابر جالسة هي وتوفيق في واحد القهوة كيف ديما كل عشية بعد الخدمة كياخدو قهيوة مع بعضهم، عاد كل واحد كيمشي لدارو. توفيق ضروري مع هاد السفر عابر. ويه ضروري يا توفيق، راه 50 ما شفتهم توحشهم بزاف، عارفه عليهم والو وخايفه لا تكون صارت لهم شي حاجه. صبرت هاد المده وكانت كافيه، مبقيتش باغي نزيد معاك. وعاد ملي صمت تعاني كل نهار كتسولني كتقول لي علاش ما عندهاش جداتها وجدها وخالاتها، علاش ما عندهاش عائله. والصراحه انا ما باغاش نحرمها من حقها. شوف عائلتها توفيق وباباها مبقاش سولاتك عليه؟ لا من نهار عاودت لي على جلال الله يرحمه بقى دوات كل نهار كتمشي جاي تسرجم وكدوي معاه. توفيق وشنو اخر هاد الكذب عابر، خصوصا انتي مقررات تمشي لتطوان فضروري معتصم غادي يسيق الخبر غادي يعرفك مشيتي عند عائلتك. عابر واخا يعرف ماشي مشكل، حيت دابا انا عابر ديال اليوم ماشي ديال 5 سنين، حتى حد ما عنده حق يتحكم فيا وما كاينش سيبه في البلاد. سكتت شويه وشافت فيه اجي تبي عرفتي بلي سميتو معتصم. انا عمري ما قلت لك سميتو. توفيق تلبك شويه لا لا انا قلت لي واحد الخطره سميتو، اصلا الا ما قلتيش لي انت شكون غادي يقول لي سميتو. عندك الحق. المهم انا غادي نعطيك كاع المعلومات على الملاقصه اللي غادي تشارك فيها باش تمشي نمشي بالي مرتاح. توفيق امتى غادي تمشي؟ عابر راه صوني تقبيل على اكرام باش نجمع حوايجها و حوايج ميليسا وانا غير نوصل قد باليستي باش نشدو الطريق. غدا في الصباح نكون تماك ان شاء الله. سكتت شويه وكملت كلامها. بغيت نشكرك بزاف توفيق على وقفتك معايا، عمري ما ننسى خيرك. توفيق ما بغاش تمشي حيت متاكد بلي معتصم غادي يعرف، ولكن خلاها تعرف معتصم في استراليا وفاش غادي يعرف عنده ما يصوني عليه باش هو يتكفل قبل ما يوصل في ديك الوقيته. تكون عابر رجعات غادي يدير شي سبه باش ترجع شد لها من يدها. اخر مره تقول هذا الكلام انا ونتي اصدقاء راه مده 4 سنين وانا كنعرفك وميليسا انا كنت اول واحد شدها. عابر انت وميليسا من احسن وقعوا لي في حياتي، لقيتك جنبي في اصعب الايام، عمري ننسى النهار اللي تحرق ليا الروض وتلعت قتينا، كل ما كنتيش حتى ما عرفتش شنو كان غادي يوقع انت مالك بالنسبه لينا. توفيق راه 100 مره وانا كنقول لك هذاك كان الواجب ديالي، القدر والصدفه انني كنت تماك في ديك الوقت. كنشكرك بزاف حيت واخا ما كنتيش كتعرفني وقفتي جنبي
خدمتيني عندك في الشركة ديالك. صافي بغيتي تشكريني هي اللي خلصتي هاد القهوة. بدات كنضحك هي الاولى وهي هذيك. يلا نمشي نجمع مع ليستي حيت الصباح غادي نمشي ان شاء الله. توفيق اذا نمشي معاك. شوف ماي برانسيس حيت غادي نتوحشها. اه ميروه راك انت مفشاش اكثر القياس عليها واخده راحتها. توفيق نوضي نوضي نمشي وراه بغيت نجمع منها. ميليسا اكرام فين غنمشي؟ اكرام مفاجاه دايرها لك ماما. وانتي غتمشي معانا؟ ضروري غادي نمشي راه الحلم ديالي كنشوف ديك البلاصه الجده. ما كان مسخوطة غادي تمشي وتخلوني بوحدي. اكرام واجد راه قلت لك عبير غتمشي معانا انتي ما بغيتيش. والجدة راه ما نستحملش الطريق طويلة غير سيرو راني غير ضحك معاكم. اكرام والله جدة الى بلاصتك غادي تبقى قداش. ميليسا ماما مامي امتى جاية؟ اكرام انتي سولتي عليها وهي كتفتح الباب. شاف جهة الباب هي كتشوف دخلت عبير مع توفيق. على سلامتكم توفيق الله يسلمك. ميليسا غير شاف توفيق وهي تمشي كتجري لعندو. توفيق وحشتك. توفيق عندك سنة توحشتك كيبقى تلا بخيتات ديالي غادي تهرب عليا. انا ما هربتش غير نمشي مع ماما نسافروا. اكرام توفيق بقى كيلعب معاها عزيز عليه بزاف حتى هي عزيز عليها. عابر اكرام جمعتي حوايجك؟ اه جمعت كلشي خاص غير نتي تجمعي حوايجاتك باش تشدو الطريق. داز الوقت الطريق كلها خايفة من ردة الفعل ديال عائلتها ملي شافوها. شنو غادي تقول لهم؟ واش غيتقبلوها هي وبنتها اللي في عمرها 4 سنين وصلت للدخلة ديال حومتهم؟ كل شيء باقي كيف ما هو ما تبدل والو. شافت في اكرام خايفه بزاف. اكرام ما ضروري من هذا اللقاء عابر كوني قويه ما يكون غير الخير ان شاء الله. شاف جهه ميليسا اللي كانت ناعسه كتمنى يتقبلوها ويبغيوها حتى هي تحظى بعائله في حاله بحال الوليدات الاخرين. اكرام دابا واش غادي تبقاو جالسين؟ ونزلي دقي عليهم. عابر دعي معايا. نزلت من طوموبيلها تمشات لجهة الباب. صونات صونات الأول ولكن كان خاسر. صونات الثاني اللي كيكون عند الجيران حيت شافت شي حوايج منشورين في السرجم عرفت بلي الدار مكرية حيت من ديما كانوا كيكريوها. بقات شوية عاد رجعت صونات عارفة بلي غادي يكونوا مازال ناعسين حيت 7 الصباح. لداخل كانت مريم اللي ساكنة لتحت ناعساتها كتسمع الصونات. شكون غادي يجي عندها فهاد الساعة؟ نط من بلاصة لبسات بينوارة وخرجات حدا الباب. شكون؟ عابر قريب. شكون هذا اللي قريب اختي؟ بغيتي سي رشيد ولا الملكه؟ واش ما كاينينش؟ راه الصونيت ديالهم هو الفوقاني اختي ماشي هذا. عامر اه عارفه اختي. واش ممكن تفتحي لي حيت الصونيت الفوقي ما خدامش؟ مريم واش كنتي؟ انا بنت عامر. مريم عامر فتحت الباب هي كتشوف فيها. والله الا انت عامر بقات غير كتشوف. دخلات شكرا فتحتي لي الباب. طلعت في الدروش كتجري. مريم تاهي دخلت كتجري وشدت تليفونها كتصوني على شي واحد. وفي هذا الوقت معتصم كان وصل لبلجيكا هو وامين بغاو يستراحو من السفر. كيشغل من الكاس ديال القهوه ديالو حتى صونا ليه التليفون غير شاف نمرتها هو يجاوب. معتصم واش كاين على شي خبر؟ مريم وي مستر معتصم راه جات مدام عابر دابا عاد جات. معتصم راه من بلاصتو. واش متاكده؟ وي متاكده راه انا اللي فتحت ليها الباب هي اللي قالت لي انا عابر. تبسم شاف امين اللي كان جالس حداه ما فهم والو. لقيناها. امين شكون؟ عابر اليوم جات عند والديها. طلعت عابر الفوق فين ساكنين والديها وقفات شويه متردده كتدق دقات خفاف. لا مليكه لا لا مليكه ناعسه حتى كتسمع الدقات في الباب. شاف الساعه لقاتها 7 ديال الصباح. شكون غادي يجي عندهم؟ انا نبوري. شاف السي رشيد لقاتو ناعس ناط من بلاصتها دات الزيفت خرجات من البيت وصلت حدا الباب وقفات. شكون؟ هادي انا ماما. الصوت ماشي غريب عليها. واش هذا صوتها؟ اه صوتها. مكاين شي ام غادي يخفى عليها صوت ولادها واخا يدوزو اعوام ديما كتعقل عليهم ولكن لا ميمكنش. مستحيل تكون هي. شدت على قلبها وفتحات الباب وهي متردده. طلعت براسها وهي كتشوف حدها. اه بنتها. هادي بنتها اللي تحرمت منها اكثر من 5 سنين ولكن ماتت. كيفاش كتشوف فيها؟ شوفات ديال الشوق والحيرة باغية تلاحي عليها تعنقها ولكن داتها كتحسبها تقيل عليها. كيفاش هادشي؟ عابر غير شاف تما كيف ولات ضعافت وكبرات وآثار تجاعيد باينين عليها. خسرات على شعرها ديال شعر تشيب رماتي خارج من تحت الفولار بدون شعر منها. كانت لاحت عليها وهي كتبكي وكتشهق.
ملكة غير حسات بها وسط حضنها وهي تبان لها نفس العناق مزير عليها خايفة على تهرب منها مع نلقاها وكتشم ريحتها وسادة عينيها خايفة تفسحهم تلقى راسها في حلم مدة وهما هكاك متعانقين وبزوجة كيبكيو ملكة مازال ما متيقاوش هادي بنتها ولكن إحساس الأم ما كيخيبش بعدات عليها دوات وهي كتشحق تي مازال عايشة ما متيش كتبص فيها وحنيكاتها ويديها وترجع تحط يدها على وجهها متأكدة أنا هذه بنتها ولكن زيادة في التأكيد أما عابر غير كتبكي لسانها تسرط كتشوف غير نظرة الشوق اللي عند ماماها ما حسات والو حسات بواحد الراحة كبيرة فاش شافتها دخلي 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 بنتي شدت لها في يديها دخلتها وهي كتعيط لرشيد يخرج رشيد ورشيد وتعاجي جي تشوف سي رشيد ناض من بلاصتو مخلوع من صوت مرتو كيف كتغوت عليه ما عرف شنو طاري ولا شنو واقع خرج كيجري تصدم كيشوف قبالتو بنتو بنتو حبيبتو صندوق اسراره ويد اليمنى كيفاش واقفة حداه وبيدو دفنها كيفاش طرا هادشي كيشوف فيها بغا يزيد عندها كيحس بالوجع جهة صدرو الايسر كيشوف بنتو والوجع كياكل صدرو حتى طاح على طولتو في الارض ما استحملش الصدمه واقفين حدا باب ديال الغرفه من ورا في الكلينيك عبير غادية جايه في الكولوار بغيت تطمئن على با ما يمكنش توقع لي شي حاجه لا مستحيل ماشي بعد غيابها ترجع وتكون سبب موت باها وملكه جالسه حدا واحد الكرسي كدعي الله سبحانه ما توقع ليه والو قبل ساكنه اكرام امي اللي غير كدور في عينها باغيه تعرف شكون هاد المراه وحتى ملكه فاش شافتها شبهت ليها في عابر ملي كانت صغيره ولكن ما سولتهاش حيت بالها كله مع راجلها دازت اكثر من زوج سوايع باش دخلوا شويه وهي تفتح الباب خرج الطبيب عابر مشات كتجري لعندو ملكه قفات في بلاصه مخلوعه عمد راه دكتور كيف بابا واش لاباس عليه هو بخير الطبيب زيدو معايا البيرو تما كندويو على حاله باباك صحيه عابر وملكه حركوا ريوسهم بالايجاب عابر شاف اكرام احنا جايين تسناو هنا اكرام غير سيري غير سيري انا غادي نتسناك نخرج ميليسا تلعب الجرطة شوية حركات راسها بالإيجاب ومشات ميليسا شاف سو إكرام إكرام شكون هاديك المرأة فاش تجي ماما كتقول لك شكون هي حنا يلا غنخرجو للجرطة من هادي تشوفو شي سناك باش تفطري واش مجاكش الجوع ميليسا لا لا فيا الجوع ما عرفت في غرفة المكتب كان جالس الطبيب كيشرح لعابر وما الحالة سي رشيد كيف قلت لكم جاتو سكتة قلبية إثر الصدمة والحمد لله لحقنا في آخر لحظة عابر ودابا كيبقى دكتور شي ساعه وغادي يفيق ولكن نصيكم ما خاصوش يتوتر والا تعرض للضغط مره اخرى اولا صدمه ما نضمنش لكم يبقى عايش في حاليا بعدو على اي صدمه كيف ما كانت سواء صدمه زوينه ولا خايبه بصفه نهائيه ملكه صافي دكتور كن هاني غادي نديرو هادشي اللي قلتي لنا عابر امتى نقدر نشوفه فاش يفيق ان شاء الله ملكه شحال سيدي الطبيب غادي يبقى لنا غدا ان شاء الله نقدروا نخرجوه دابا نخليكم عندي مرضى خاص نشوفهم عابر وملكه نضم بلايصهم وساعدنا الطبيب وخرجوا ملكه شافت عابر على سلامتك بنتي على سلامت باباك هو خاصني ندير صدقه على رجوعك وعلى اللي وقع لباباك عابر كل شيء بسبب يا ماما ملكه كل شيء مقدر ومكتوب بنتي ولكن فين كنتي علاش خبرتي يا بنتي وعلاش قالوا لنا متي قصه طويله ماما يلا الكافي ونعود لك شنو وقع جالسين حداهم جوج كيسان القهوة وعابر طموح في عينيها حتى ماما متيقاش هادشي اللي كتسمع وشنو داز على بنتها هادشي اللي كاينة ماما مقدرش ترجع في داك الوقت خصوصا كان معتصم كيقلب عليا وحد كنت حاملة ومكانش عندي الوجه اللي نجي لعندكم مالك الله يا بنيتي شنو داز عليك وحنا في العلم ديالنا متي الله ياخذ فيه الحق هاد المجرم بعدك علينا وكرفسك وتعدى عليك الله ياخذ فيه الحق ولكن يا بنتي هادشي اللي عاودتي لي ما تقوليش لباباك عابر لما غادي نقول له والو غادي نقول لي بلي فقدت الذاكره وبلي تزوجت وعاد رجعت ليا ملكه هي بنتي هادشي اللي نقولو لي ولكن الا سول على بنت بنتك عابر غادي نقول ليه مات هي هذا نهضر يلا بنيتي جي نشوف باباك واش فاق واخا دخلوا القهوه فايق شافات بالسر عيونو لمعو كان كيتسنى غير امتى تجي فتح يديه بمعنى جيت عندكو عابر معطلاتوش تلاحت في الحضن ديالو توحشاتو بزاف كان قريب ليها كان صديقها وباباها بدات كتبكي وهو معلقها وسد عيونو ممتيقش ملي بنتو مازال عايشة سي رشيد توحشتك يا بنيتي فين كنتي فين غمرتي علينا حتى تصحى بابا ونعاود لك كلشي
بغيت كنعرف دابا بنتي فين كنتي عاودي ليا. بعدت عليه وهي حانيه راسها مازال كتبكي. ماشي بخاطر يا بابا، بعدت عليكم، القدر كان اقوى مني ومنكم. رشيد كيحاول يجلس. شنو وقع بنتي؟ علاش قال لنا بلي متي؟ وشكون هذيك اللي دفناها؟ راه واحد النهار خرج من الخدمه وكنت غادي عند سعاد، وركبت في الباص ودرنا كسيده، ما فقت حتى السبيطار. كنت فاقده الذاكره، ما كنت عاقله على والو، ما عاقله على حتى حاجه. بديت حياه جديده وتزوجت وولدت بنيه صغيره سميتها ميليسا. ابتسمت فاش غادي يعرف. تذكرت اللي وقع وجيت، وديك البنت اللي دفنتوها ما عرفتش، يمكن غلطوا ولا ما عرفت شنو. سكتات. رشيد: والحمد لله ملي رجعتي لينا بنتي، ولكن فين هي ديك البنيته؟ فين بنتك؟ كاينه تحت في الجردة مع صاحبتي. اه مزيان، الله يخليها لك بنتي. وراجلك فينا هو؟ قبل ما تدوي عبير تسمع الدقان في الباب وتحل، هو يدخل بكامل اناقته على وجهه ابتسامة عريضة. كيشوف اتجاه عبير نظرة الانتصار. انا هو راجل بنتك عمي، سميتي معتصم. سكت شوية. معتصم البارودي. كانت في الجردة جالسة كتاكل في ساندويش، حداها ميليسا كتشرب عصير. كيشوف فيها من بعد كيفاش الريح كتلعب في شعرها وهي كتضحك مع ديك البنت الصغيرة. جذبات وبلونها الأسمر وشعرها الأسود، جمال طبيعي بلا مكياج، طبيعية كيف خلق الله. وحدها جالسة مريم. مريم هذيك البنت اللي سمرة جات مع عبير ومعاهم هذيك البنت الصغيرة، على ما كنظن هي بنت سي المعتصم. أمين مزيان. خدا واحد الظرف من المجر ديال الطوموبيل ودو ليها. سيري لدار قبل ما يشوفك معايا. فتحات الظرف لقاتو عامر فلوس. درست العقل بانت ليها. انا غادي نمشي مستر امين. خرجت كتسلات باش ما يشوفها حد. نزل من الطوموبيل تبقى غادي في اتجاه حتى وقف عليهم. ميليسا شافت فيه كيف واقف كيشوف فيهم مبتسم. شدات الساندويش اللي في يدها وداتو ليه. خود فيك الجوع ياك؟ تبسم ليها وتحدى في اتجاهها. بصحتك غير خوديه ما فياش الجوع. اكرام شافت فيه ورجعت شافت في ميليسا. ميليسا شحال مره كنقول لك ما تهضريش مع الناس اللي غرب عليك. شاف فيها امين وابتسم. ولكن انا ماشي غريب، انا قريب وقريب بزاف. الكلام ما عجبتهاش طريقة كلامه. ياك ما كنتي مسجل في الحالة المدنية وحنا ما خبرناش. بات من بلاصة وجدات في ميليسا. يلا نبدلو البلاصة. مشات خلات واقف كيشوف فيها. غدا بلباس فضفاض، سروال كيط مع فحال ديال الرجال، والفوقي ديالو كبير عليها شوية ونازل على جنابها باش متسمعش لاطاي ديالها مزيان. إكرام غادا محسبة وكتهضر مع ميليسا. قال بلاتي وراح تنقول العابر، غادي نقول ليها كتبي مع الناس الغراب. ميليسا انا جاني بوغوس وزوين ودويت معاه، عافاك ما تقولهاش لماما. اكرام شاف فيها هاي البنت كبرات وبدات تعرف البوغوس والزوين، يا باقي لك غير شويه وتقول لي غادي تزوجي به. ميليسا دونك خليتيني عندي معاك ناخذ التليفون ديالو فاش يكبر ونتزوجو. اكرام شاف فيها بدهشه وقفات، درت يدي على نصها. هاي واش متاكده عندك انت 4 سنين؟ حركاتك سافه. عرفت نتوما اللي ولدتوني ماشي انا اللي ولدتكم. اكرام جات جاوبها وهي تشوفو واقف دايريتو في جيابو، وداك التيشيرت في الكحل اللي لابس لاصق على ذاتو، باين بلي الجسم ديالو رياضي. قلبات وجهها لعند ميليسا. زيدي قدامي. لداخل عابر كتشوف فيه كيف جالس حدا باباها وكيدوي ومجمعين، باين على سي رشيد عجبو الحديث معاه. هي كتشوف فيه بعصبية. فاش كيشوف فيها باباها كتبتسم. ملي دخل هو كيتحسس معاه، ما دواش معاه بصفة نهائية، كأنها ما موجوداش في الأول. فاش شافتو حسات بالخوف وبدات كلها كترجف، ولكن من بعد تفكرت بلي دابا كلشي تغير. هي مع عائلتها ما كايناش سيبا، ما كاين حتى شي رابط بيناتهم. ولكن تفكرت ميليسا كيفاش غادي دير، ما خصهاش تخليه ياخذها منها. عارفه غادي يشدها من يدها اللي كتوجعها. مالك جلست حدا بنتها؟ واش هذا هو عابر؟ اه ما هو هذا. كيف عرف ملي جيتي؟ راه قلت لك هو ماشي سهل، عنده نفوذ، راه تلقاي كان مراقبكم. مالك ناري وشنو المعمول دابا؟ خصوصا باباك مريض، ما تخافوش غادي نسلت الشوكة بلادم. شفت باها؟ بابا نخليك ترتاح دابا. شفت معتصم اللي عرف باغي تدوي معاه؟ معتصم يلا نخليك ترتاح الحاج داك الساعة ونرجع من بعد. سي رشيد سير ولدي ارتاحو، فاش ترجعو جيبو لي حفيدتي نشوفها. عابر ان شاء الله بابا. بس لي يدو خرجو. غادية في الكولوار محصبة هو تبعها حتى كتحس بجارها من دراعها. وقف في واحد الدخيله ما بيناش بزاف، جاو عينيها بين عينيه ولات كلها كترجف. كاع القوه اللي كانت بينات لاشات بدون سابق انذار.
كيقرب ليها بقات قادة توقف على رجليها، قلبها كيضرب في المياه. استجمعات قوتها ودفعاتو من صدرو هي كتشوف فيه شفات كل حقد، وعلت صبعها سبابة. آخر مرة تعاود تقرب مني هكا، معساتي بدات تقرب حتى ولا صدرو ملاصق معاها. تقرب مدام، قرب مدام عبير، كاين شي راجل ما شافش مراتو 4 سنين ما يقربش ليها. عبير اش كتخربق؟ واش تي اختي كذب عليك؟ كذبتي بعد مني حيت غادي نجمع عليك الناس كلهم. معتصم قرب حتى لودنيها، تي مراتي حلالي بغيتي ولا كرهتي؟ وبعد على شويه سلتات بالزربه، بقات غاديه خايفه على بنتها ومازال وراها باغيه تهرب منه، ولكن معامل غادي كيبتسم على تصرفها الطفولي. تبدلات بزاف، قطعات شعرها مبقاش طويل حتى شخصيتها باين ذات قوات على اللي كانت. ما عرفش كي غادي يدير حتى تسامحو، عارفة مازال ساكتة، مازال ملابسو على اللي دار فيها وفي عائلتها. التحت كانت إكرام ميليسا داخلين وما يشوفوها جاية بخطوات مسرعة تجاههم. عابير زيدو دغيا زيدو، تحركو تحركو. إكرام شنو واقع؟ واغا زيدي حتى ركبو في الطوموبيل ونقول ليك. بقاو غاديين بالزربة. إكرام هزات ميليسا في يدها ومشاو للطوموبيل. غير وصلت لقات أمين والإبتسامة على وجهو واقف حدا طوموبيلتها. إكرام هذا شنو كيدير هنا؟ عابير شافت فيه حيد من الباب غير بغيت نركب. أمين باش تهربي؟ ها هو جيرانك هو اللي غادي يدوي معاك. إكرام شافت في عابير، هذا شنو كيقول؟ عابير دارت شافت معتصم جاي، عيون على ميليسا كيشوف فيها. عابير هنا زاد ركبها الخوف، خدات ميليسا من عند إكرام وعنقاتها كتسنى متى يوصل باش ياخدها. معتصم وقف حداها وميليسا كتشوف فيه، ما عارفه شكون هو. اما معتصم ما كرهش ياخدها ويعنقها، ولكن كلشي بالعداوه. شاف عابير زوينه بزاف كتشبه ليك، خدا يديها وبعثها. ميليسا غير كتشوف بعينها. عابير شنو بغيتي؟ بغيت ندوي معاك على الفراد. ميليسا شكون هذا ماما؟ عابير وهي كتشوف فيه، سيري عند اكرام بقاي معاها. شافت في اكرام، قطعي عند ماما وبقاي تماك حتى نصوني ليك. اكرام حركات راسها بالايجاب، واخا حتى هي ما عرفت حتى وزة، ومشات لداخل دخلات سنات عابير حتى بعدو عاد شافت فيه. من دابا نقول لك ميليسا بنتي وغادي تبقى معايا، وعمرك تحلم تاخدها مني. معتصم شاف امين، سيسير ضرب لك دويره في المدينه. امين وانا مشيت بخدا سوارت معتصم ديال الطوموبيل من يدها. ركبي نمشيو لشي بلاصه وندوي على راحتنا. عابير واش كتشوفني حمارة بالودنين باش نركب معاك؟ باش تغبرني فحال المرة اللي داز تفقد لي الذاكرة وتختار شي كذبة جداد؟ لا لا غدا فين؟ لا بغيت تقول شي حاجة هنا حيت أنا ما عنديش الوقت ليك. معتصم قرب لعندها، كنت باغي ناخدك ما غاديش نطلب منك تمشي معايا، غادي ندير شرع يدي وعوض كنا كندوي دابا في الأرض كنا غادي كنكونو نهضرو في السما. غادي من هربتي ليا وبنتي ما كنتش غادي نخلي صاحبتك تاخدها، كنت غير ناخدها حتى هي، ولكن انا بغيت نهضر معاك كي الناس. فتحركي قدامي قبل ما ندير شرايطي. ساكته كدور في كلامها في راسها، بصح انا ما عرفتو بيه كان ما غاديش يطلب منها يدوي، غادي يدير اللي في بالو. شافت فيه مساعد نكون رجعنا، غادي نرجعها كوني هانية. مساعد ديال الطريق وهي ساكته كارزة على يدها حتى جرحات يدها بضفارها، حتى هو من سابع مع الطريق ساكت كيفكر كيف غادي يبدا كلامه، كيف غادي يسالي، كيف غادي يقنعها تسمح لي. نبداو من جديد، عارف صعيب ولكن حتى حاجه مو مستحيله، ولا مهووس بها كيبغيها بزاف او نقولو كيموت عليها. فالشافه حس بقلبه خرج من بلاصتو، كان باغي يتلاح عليها ويعنقها ويخوي كاع داكشي اللي في قلبه، ولكن بغيها بالخاطر وبالرضا ديالها، بغاها غير بالهداوه وتبغي كيف ما كيبغيها، بغيها حبيبته وصديقته ومراته وام لوليداتو. شويه هو يوقف حدا مين فيلا، نزل ومشى اتجاهها، فتح ليها الباب وشاف سيب مالها شنو نزلي باش ندويو على خاطرنا. ربعت يديها، ما غاديش ننزل، واللي بغيتي تقولو قولو هنا. معتصم ابتسامة، ما غاديش تنزلي؟ قلت لك لا ما غادي ننزل. فين؟ فتحنا اتجاهها بسرعه، كان هازه بين يدي وغادي داخل بها لداخل. عابر عيات كتفركل في يدو وكتدفع فيه والو، ما بغاش يطلقها. وحطني ليه ماشي حطني فين داخل بيا، ما غاديش نحطك من الاحسن بلا ما تسعفني حتى بلا والو ثقيله حسك فاش تحركي. عرفاتو باغي يستفزها ما جاوباتوش، استسلمات ليه حتى دخلو وحطها. بعد سالي كتقعد في حوايجها وشعرها، هو ساهي فيها وكيبتسم في كل الحالات كزوينه. وجبتيني باش تقولي هاد الكلام، شنو بغيتي مني؟ قرب لعندها، حطيتو على خصله من شعرها كانت نازله على وجهها وردها وربطيها. بغيتك تسامحيني على اللي درتو فيك،
بغيت نبداو صفحة جديدة. عابر فاش قرب ليها حسات بقلبها كيزير عليها، رجولته طاغية ولكن حسات على راسها وبعدات عليه. أنا من غادي نسمح لك؟ على أشنو بالضبط؟ قولي شي حاجة مازال مدرتيها ليا ولعائلتي. حرقتي قلب عائلتي عليا، وهمتيهم بالموت ديالي، وكذبتي عليا، رديتيني أم الولد، وهمتيني بحياة زوينة على أساس كنا عايشينها، حطمتيني، قتلتي لي حياتي، وليت الدمية بين يديك. عايشيني في الحرام، عمري ما كنت كنظن غادي يجي النهار اللي غادي ندير فيه الحلقة ونحمل في الحرام. علاش؟ شنو درت لك عليا؟ شنو ذنبي؟ علاش درتي فيا هكا؟ كون غير خليتيني داك النهار ما تكون ما عتقتينيش حسن. طاحت في الأرض كتبكي وكترجف. قرب لعندها معتصم وتحت حدا. سمحي لي يا عابر، عافاك سمحي لي. شافت فيه بعينين دابعين. عافاك خليني نعيش انا وبنتي بعاد عليك، ما دمرتي لي حياتي اللي كنبني فيها وكنصلح كل حاجه دمرتيها. شدت لي يدي. انا مسامحك على كل ما درتي، واخا ما عرفت شنو هو السبب اللي خلاك دير هكا. ما بغيتش نعرف السبب، حيت بكل بساطه النهار اللي جات ميليسا لحياتي نوراتها، خلاتني كرمي الماضي الخايب، خلاتني نقلب لي هذه الكذبه اللي كذبت عليا. بعدا ربحت منها بنت. عافاك خليني نعيش حياتي مع بنتي، وسير سير حتى تعيش حياتك. بلا عريق وما عرف شنو يقول لها. ازيد ديها اللي كانت شاده بها يدو، حطها على فمو وباسها. ما نقدرش عابي نخليك، انتي راه انتي وبنتي بعد ما لقيتكم خاصة عارفي راه كنبغيك، وندمت حيت كذبت عليك، بغيتك تسامحيني ونكملو حياتنا مع بعضنا. حيدات يديها من يدي ونات من بلاصه. ما يمكنش نعيشو معتصمين مع بعض، ما يمكنش، وبالاحسن ننسى هاد الموضوع. عافاك ارجعلي من جبتيني. نات بلاصتو، شدها بالقوة من يديها. عابير بلا ما تحمقيني، راه دويت قلت لك بلاصتك معايا، وإلا ما نفعش معاك بالخاطر غادي تستعمل القوة. اش من قوة غادي تستعمل؟ واش نسيتي بلي أنا عابير ديال اليوم ماشي ديال البارح، وبلي أنا وسط مدينتي وعائلتي؟ واش غادي تخطفني؟ شنو مقدورة تعمل؟ معتصم، نسيتي بلي القانون في صفي وجنبي؟ إلا قانون اش كتخربق؟ نقدر نرفع لك دعوة ديال الطاعة للزوجية، وديك الساعة غادي ترجع بزاز. إلا دعوة واش هبلتي؟ واش تيقتي راسك بلي حنا مزوجين؟ معتصم، علاش ما قلتش ليك؟ حط يدو على جبهتو ورجع شاف فيها ابتسامته المعهودة. حنا مزوجين ديال بصح عابر، هادي وحدة من الحقائق اللي كانوا في الكذبة اللي كتبت عليك. عابر بجد شنو هو مزوجين؟ بدات كضحك. سير 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 كدوبك، مبقاوش كيدوز عليا. وامتى بسلامة تزوجنا؟ مشى لواحد الباليزة كانت محطوطة في الصالون فسحة، جبد منها شي ورق ورجع لعندها. خودي قراي. خدت الوراق كتقرا وتعاود تقرا مرة وزوج وثلاثة، وكتشوف الطبعة ديال البصمة ديالها، ورجعت شافت فيه. ميمكنش هادو مزورين اصلا. انا امتى بصمت على شي وراق؟ تفكري مزيان، من نهار اللي فختي في السبيطار، النهار اللي هربتي فيه، تفكري واش ما عمرني عطيتك شي وراق تسنيتيهم؟ كتسات على واحد الكرسي كتفكر لحظات، جاوب بالها الوراق اللي عطاها في المستشفى، اللي كان عطاها تسني عليهم بحجاز باغيهم في لاكلينيك. علات عينيها فيه في عيني. واش نهار اللي كنت في السبيطار داك النهار ياك؟ ابتسم. داك نهار عابر وليتي مراتي، ما بغيتش تكون علاقتنا في الحرام، بغيت تكوني مراتي. ما عرفتش علاش درت هذاك التصرف، كان بامكاني ما نزوج بك اصلا، كنت مولف كنكون مع البنات، ولكن انتي كنتي غير عابر، خصوصا كنتي محافظه على راسك وعلى شرفك. يمكن بغيتك ما توسخيش، يمكن كنت كنبغيك من اول مره اللي عارفه. انتي مراتي على سنه الله ورسوله. عابر ما عرفت لا تبكي ولا تضحك، ما عرفت تفرح حيت ما دارت حتى حاجه كتغضب الله سبحانه، والا ولا تبكي حيت هي على اسمه يقدر يدير اللي بغا وياخذ لها من يسا. كيشوف فيها كيف واقفه كتفكر، تمشى ناحيتها شد لها يديها. داكشي اللي كتفكري فيه ما عمري غادي يوقع، عمري غادي نبعد عليك بنتك عابر. بغيت تعطينا فرصه اخرى، ما تنسايش السراج مازال الحل الان كيتسناك، توحشك بزاف. غير سمعت سميتو جبالها، تفكرت كل اللحظات اللي دوزت معاه، يا اصلا ما نساتوش، عزيز عليها، كان باغيه تجيبو معاه ولكن الظروف ما سمحاتش. عافاك بغيت نمشي عييت، بغيت نرتاح. معتصم، ما غاديش تجاوبيني؟ انا سامحتك، ولكن من الاحسن كل واحد يشوف طريقه. جالسه هي واكرام في الكافيتيريا ديال لاكلينيك، وفي يدها ميليسا اللي فرحانه بها كتبوس وتعنقها. الله يا بنتي واش حنتي مزيونه تبارك الله على حفيدتي. ميليسا دابا انتي جداتي، ملكه بالفرحه والابتسامه. ايه انا جداتك الحبيبه. ميليسا ماما ماما ياكي؟ ايه المرضيه، انتي بنتي الغاليه على قلبي. وشافت في السما وهي معلقه ميليسا، حمدتك وشكرتك يا ربي رجعتي لي يا بنتي. جات في اكرام اللي كانت حتى هي كتشوف فيهم ابتسامه. تعطلت بنتي عابر بزاف،
إكرام شافت في الساعه، راه عاد صيفط لها ميساج قال جايين في الطريق، دابا هما شويه يوصلوا. مالك الله على بنتي داس على وحده ما في خبرناش، وداك المسخوط بغيت ليه مصيبه ان شاء الله على هادشي اللي دار لبنتي. إكرام دابا الحمد لله هي رجعات، كلشي غادي يتصلح. مالك المسخوط دخل بلا حيه ولا حشمه، قال لك راجلها كل ما جات على سيدي رشيد مريض والله حتى كنت نتفاهم معاه، نتفاهم مع تاصيلتو الكبار ديال الاخر. ميليسا على ما كتهضلو؟ مانيكا ابتسمت لها، ولا بنتي ما كنهضروا على حد. ميليسا بقات كدور في عينها وهي تقشحو جالس انفاس معاها كيشرف القهوه ديالو. شافت فيه ابتسمات ورجعت شافت في اكرام. اكرام امشي لعب شويه. اكرام فين غادي تلعبي؟ غير هنايا. يلا اوكي ما تبعتيش. مشات في اتجاه امين اللي كان حاضيها كيبتسم ليها. وصلت عنده سلام امين ابتسامه سلام زوينه خبارك انت زوين. قاد الجلسه ديالو خبارك انت زوينه. ميليسا شنو سميتك؟ سميتي امين. انت سميتك زوينه في حالك. انا سميتي ميليسا. امين وحتى انت سميتك زوينه في حالك. هزني حطني حدا الكرسي هي واقفه ابتسم ليها جرأتها منين جابتها وقف وهزها جلس على الكرسي ورجع كيجلس. ميليسا واش انت سقراب؟ امين ما فهمهاش شنو قالت، ما فهمتش كيفاش كدوي وكتشرح لي بيدها زعما كاين واش عند واش عزات عليك فلوس من الصباح وانا جالسه معاك ما طلبتي لي حتى عصير. امين عاد فهم عليها وهي الاولى شنو تشربي ميلك تشيك ديال الفليز. امين عيط على السيرفر طلب ليها ميلك تشيك وكاطو رجع كيشوف فيها. شكون هذيك البنت السمراء اللي معاك؟ اشار الاكرام. شاف جهه الاكرام اللي نعت لها ورجعت شافت فيه. هذيك اكرام. امين وصاحبت ماماك؟ ايه وصاحبتي حتى انا. واش هي مزوجة؟ لا ولكن اش علاش كتسول عليها؟ وغير سولت معمل عايشين غير انتي وماماك واكرام صافي حتى ميمة وعمو توفيق. امين توفيق كزعما كاين توفيق. ميليسا عمو توفيق شكون هاد توفيق واش ساكن معاكم؟ توفيق المدير ديال ماما وتصور صديق ديالي وساكن حدانا. ما ساكنش حدانا ولكن كنشوفو. إكرام مليكة كانوا كيدويو على اللي عاش تعابير. فجات لمراكش وكتعاود ليها شنو قاصات حتى دارت فيها تشوف ميليسا جالسة مع أمين ما الطايرة لعندهم. يا قلتي باغية تلعبي علاش جالسة هنا؟ يا لا تيدي قدام أجي نمشي ورا ماماك جات. ميليسا خليني نجلس مع البوكوس ديالي حتى تجي ماما ونوض. أمين خليها جالسة ولا بغيتي حتى نتي جلسي معانا مالكي كطيري حاسبة فراسك نزلي الأرض شوية. إكرام القنوطة كيلعبو لها فوق راسها قبل ما تجاوبو حتى كتشوف ميليسا نهات بلاصة وغادية كتجري وكتعيط على ماماها. عابر ومعتصم طرق كلها ساكتين حتى قطع معتصم هداك سكات. دابا باباك عارفني راجلك وانتي عارفة ما خصوش شي صدق صدمة ولا يتقلق. عابر تأففات اوف عارفة 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 بلي درتيها بالعاني ولكن غادي تلقى حل هاد المشكل اللي حطيتيني فيه. ابتسم معتصم شنو المشكل مالي كدبت انتي مراتي وانا راجلك. عابر وميليسا ما فكرتيش فيها فاش يسولها بابا عليك؟ عابر ميليسا خاصها تعرفني شكون انا عاد نشوف حل ديال الغيبه ديالي حدا باباك حيت غادي يعرف ما كناش عايشين مع بعضنا بالعاد طريقه وشاف فيه. ولكن ميليسا عند بالها انت ميت لا نسمع شنو قالت ويفراني وسط الطريق. شنو هو ميت؟ اش هاد التبرهيش ديالك عابر؟ عابر ومن عندك نيت هاد التبرهيش ولكن انت كذبت عليا وعلى عائلتي وهمتيهم بموتي ايوا ذوق من الكاس اللي شربتيني منه. عابر هذا ماشي لعب وهذيك راه بنت صغيره ميمكنش تلعبي بها وتكذبي عليها بحال هكا. اه راني كنعترف باللي غلطت وكذبت وكنترجاك سامحيني ولكن بنتنا ما عندها حتى شي ذنب في هادشي. عابر برود دابا اللي وقع وقع انا ميمكنش ليا بين ليله ونهار نمشي نقول لها راه عندك باباك وبالله راه ما ماتش ميمكنش. معتصم عصبات وبروده ايوا انا غادي نقول لها كثيره غادي نوصلو دابا وغادي نقول لها بلي انا باباها وصافي احنا حليناها. عابر توترات خصوصا كتشوفو كيسوق بسرعه. لا معتصم ما ديرهاش راه تقدر تصدمها ولا تقع عليها شي حاجه. ومركز مع الطريق كوني هانيه بنتي ما غادي يجرى لها والو. مسافه الطريق وكنوصلو عابر عيات معاه ولكن هو والو مقصح راسو كيفاش كذبات على بنتو وهماتها بلي باباها مات وحي يرزق. تا شنو دار في عائلتها وشنو دار فيها؟ نزلات عابر من وراه غاديه كتجري تلحقو حتى كيشوفها جايه في اتجاههم كتضحك وكتعيط على ماماها. دخلوا عيني عليها كيف ما جايه كتجري والابتسامه على وجهها وكتعيط ماما باين عليها توحشاتها اللحظه
قرب بلاصتو كيشوف قطعة منو، بنتو اللي ما عمرو شافها، ما حضرش على ولادتها ولا على أول مرة خطوة خطت فيها ولا أول كلمة قالتها. كيشوف ملاك صغير قبالتو، ما حضرش عليها فاش كانت مريضة، ما صهرش معاها، ابتسامتها اللي كانت على وجهها وهي جاية عند ماماها خلاتو يتراجع في آخر دقيقة. مقدرش يخسر بنتو، خاصو يكون أكثر مسؤولية، خاصو ما يزربش، ما مساعدش يصدمها، حيت على بالها اللي باباها مات، يمكنش يخاطر يقول لها شكون هو بهذه الطريقة، تقدر تصدم أو يقال لها شي حاجة. وبقى كيشوف فيها كيف تخطاتو، مشات عند عبير اللي كانت وراه واللون مخطوف منها، عيونها عليلة يهضر ويدير شي تصرف اللي غادي يندم عليه. بقى واقف كارز على يدو في قمة الغضب ديالو، العروق خارجين من جدو، شبهتو وجهو الأحمر، غمض عينيه لحظة كيهدر راسو، مخصوش يستعجل، كل شي بالهدوء، وعد راسو فاش يلقاها غادي يحل كل شي بشوية، والزربة والتسرع والضد والأنانية خاصو يتخلى عليهم. بعد ما حس براسو تهدن، دار جاي سعابي اللي كانت معانقة ميليسا، كتقولها لماما توحشك وفين مشات. أما عبير واخا كانت معانقة بنتها، كان عيونها على معصاصمة خايفة شنو غادي يدير، شاف فيها وابتسم ابتسامة صفراء، وتم غادي تجاهم حتى وقف عليهم. عبير غير شافت وصل حداهم وقفات، وهي هازة بنتها بين يديها الأخيرة اللي غير شافت معصاصم ابتسمات وشافت ماماها وطلعت. مامي عرفتي كاين غير الزوينين في هاد المدينة، شكون هاد البوكوسة مامي؟ معصاصم ابتسم ليها ودوا السلامة زوينة. قبل ما تجاوبو ميليسا دوات عبير، يلا نمشيو مامي، بغات تخطا ولكن نشد لها دراعها، ما غاديش تعرفي ما عابر. وشافت فيه بتعرض شي باش ما يدويش، ابتسم وشاف ميليسا اللي كانت غير كتشوف ما فاهمه والو. معتصم بلا ما راح لينا، بغيتي تعرفي شكون انا؟ ميليسا شكون؟ ابتسم ورجع شاف عابر اللي كانت قلبها كيضرب في المية، كترعد وكترجع بعينها، ورجع شاف بنتو. انا واحد الانسان غادي يكون عزيز عليك بزاف، كل كلمه كيقولها عابر كتزيد كتخلع، حيت ما عارفاش ردات الفعل ديال بنتها. بعيد عليهم بخطوات كانت اكرام واقفه كتشوف عابر اللي واقفه مع معتصم، وميليسا في يدها، وبين عليها صاحبتها بلي ما مرتاحاش، حيت غير بنت عابر وجهها عرفات كاينه شي حاجه. ما بغات تمشي عندها، كتحس بشي حد شاد لها يدها، دارت ويهضر امين، يد شاد لها يدها ويد بها شاد بها الكاس القهوه، كيشوفش فيها غير هو، حاس بها دارت تجاه ويدوي، من الاحسن ما تدخليش بيناتهم. قربت شويه وحاولت تحيد يده من هنا، ولكن هو كان حاكمها، طلق مني خاص مشي عند صاحبتي. دارت تجاهها كيشوف فيها برود، خلي المرا وراجلها يحلوا مشاكلهم مع بعضهم. اكرام بلا مرات استفهام، راجلها واش نتا لاباس؟ عارفه ما تكون غير صغير داك صاحبو هذاك امين ولا شنو ياك؟ اييه انا هو امين، وهذاك صاحبي راجل صاحبتك، ورك على كلمه راجل صاحبتك. اكرام باغي تحيد يدو يدها منو، كتشوف بين جنابها واش الناس كيشوفوا فيها، لقات كل واحد مشغول. شافت في اتجاه ماما عابير، قال ملكة لقاتها واقفه في واحد القنيسه كتهضر في التليفون، ورجعت شافت فيه، طلق مني راه الناس غادي يشوفوا يسحب لهم شي حاجه بيناتنا. امين ودوزي تجلسي عاد غنطلق منك. راه ما غاديش نجلس، طلق مني. امين بنود، اذا ما غاديش نطلق. ورجع كيشرب من كاسو كاع ما مسوق، بقات غير كتشوف كدور في عينيها، ما قدرتش تغوت حيت ما باغيش الفضيحه. شافت حتى عيات ومشات جلسات اونفاس معاه، كتشوف فيه شوفات حادين. امين غير شافها جلسات ويحيد يدو منها وابتسم بالشن، راس قاصح ولكن راسي قصح منه. اكرم ابتسمات ابتسامه صفراء، غير جيتيني فقط اللي ما باغاش فيه الفضيحه، وعاد حنا في الكلينيك، اما كون كنتي فشي بلاصه اخرى كنتي غادي تشوف وجه اخر. امين واش كنتي اللي شنو غادي ديري مثلا؟ اكرم مثلا قربت شويه تجاه ودوات بهمس، غنضربك في المنطقه المعلومه حتى تشوف النجوم وسط النهار، وزيد في حالي. امين صدمات وما كانش متوقعها غتجاوبها بهذه الطريقه، ما باينش عليك هاد النيفو. اكرام حيت نتوما رجال تفكيركم من حاصر بين رجليكم، فهذه هي الطريقه اللي غادي تقدر تبردكم شويه وتهدي لكم من الطيران ديالكم. ايوا نخليو هاد جوج مناكرين بيناتهم، ورجعوا للجرده ديال الكلينيك فين كان معتصم وعبير شاده بنتها اللي كتشوف ما عارفه والو. معتصم واش كتعرفي باباك فين هو؟ ميليسا تبدلو ملامح الحزن وشافت فيه، ورجعت شافت في السما، اشارت بصبعها عليها، بابا الهيف فين كاين النجوم؟ كاين تما كاين. عابر كترحد باغية تهرب بنتها، باغية تغوت في وجهو، باغية دير شحال من حاجة، ولكن حاليا الورقة الرابحة كاينة في يدو هو، هي ورقة الزواج. معتصم إلا كان بابا كاين هنا ماشي مع النجوم شنو غادي ديري؟ ميليسا رجعو تغيرو ملامح الفرحة، غادي نحلقو نبوسو
وشد فيه نخليه شي يهرب. ابتسم معتصم وشاف عبير اللي كترعد متوترة بزاف كترجع بعينها ما يقول لها والو، ولكن هو صافي عارف كيف غادي يدوي مع بنتو باش ما تصدمش، وبالعكس تستقبل الخبر ديال انه ليها اب مازال عايش بفرح. ورجع شاف بنتو شد لها يديها صغار طيط من بين يديه الكبار وباسهم، ونظراتو ليها كلها حب، نظرات اللي خاصة لولادو. معتصم نعود لك واحد القصة. ميليسا ابتسامة، انا مامي فاش كتجي تنعسني كتعاود لي قصص، ولا انا دابا فيش نعاس. معتصم ابتسامة ونبرة صوت حنينة، ما تخافيش ما غاديش تنعسي، غير غادي نعاود لك قصة باباك. ميليسا زادت ابتسامتها، بصح انت كتعرف بابا؟ بقى كيشوف عينها الشوق بشوق فاش جبد ليها باباها. اه كنعرفو مزيان، يلا واخا انا كنسمعك. كل هاد الحديث اللي دار بيناتو مع عبير كتسمعو مع عندها هروب انه صافي، مع كل كلمه كيقول لها خصوصا فاش قلب لي غادي يعاود ليها، عرفات وغادي يختار هادشي كذبه من الكذوب، واصلا هو محترف وهذا هو التخصص والدومين ديالو. صراحه ارتحت نسبيا حيت عرفات بلي نسبه 80% بلي فاش غادي تهرب باباها مازال عايش غادي تفرح، ما غاديش تصدم. اخبارك بابا كيبغي ماماك بزاف وكيبغيك حتى انت. ميليسا مازال مبساس محركه راسها، اه عارفه مزيان. وماما قالت لك كيفاش باباك مشى؟ حركه راسها بالنفي، لا عمرك شفتيه في شي صوره؟ لا. معتصم مرتاح نسبيا بعدا قدر يدوي ويقول داكشي اللي في بالو. اخبارك واحد النهار واحد الراجل سافر كان بغي يخدم في واحد المدينه بعيده، قدا معاه ولده الصغير وتماك مرض وغاب بزاف على مراتو اللي كانت حامله. فصح داك الراجل ورجع هو ولده من السفر ما لقاش مراتو، وعرف بلي هي مشات لبلاصه اخرى حيت شحال وهي كتسنى راجلها وما جاش لا هو ولا ولدها. هو كيعاود لها عابر مخرج عينها فيه شنو كيقول، اش من مرا واش من راجل. ابتسمت بالاستهزاء نسات راسها جالسه مع ملك الكذوب بحد ذاته. معتصم مازال كيدوي وسحب ليها راجلها مات وسافرت لبلاصه ميليسا، ودابا لقاها. معتصم هو كيبتسم، وبعد مده كبيره كان كيقلب عليها بالليل وبالنهار ما خلى حتى بلاصه ما مشاش ليها الامل يلقاها، وحتى قطع الامل لقاها. ومفاجاه عرف بلي مراتو جابت ليه بنوته صغيره وزوينه بزاف اميره من الاميرات. شافها ومقدرش يقول لها بلي هو باباها، خافت تخاصم معاه. ميليسا علاش تخاصم معاه؟ خاصها تفرح حيت ولا عندها باباها. ابتسم معتصم، نقول لك واحد السر ما تقلقيش. ميليسا قول ما تخافش. قربت ودنيها لعندو، لمس لها فودنيا، انا هو الراجل اللي تودرات ليه مراتو وبنتو. ايوا رجع عندك جوج اللي مخاصمين اكرم وامين. كان قال ليها انت مسخه، ما رضاتش مشى كان كيهضر في التليفون تبعاتو كتجري. ها كيفاش انت مسخه شنو عنيتي بها؟ امين ما ردش عليها، مازال شاد التليفون ديالو ما بغاش يهضر، تعصبات ومعاه كان دويا الزمر شنو قصتي بهذيك الكلمه. ضراته في ودنو شاف فيها شوفات حادين شي اللي خلاها تخاف، ولكن بغاش شبيه الخوف ديالها رجع كيشوف التليفون. صافي تزاد تعصبات بسرعه، خطفات لي داك التليفون اللي كان فيه يدو لحسو في الارض تاجا كل طرف منه فقدس. امين القروضه ولا كيلعبوا ليه فوق راسو، شاف فيها وبدوا رسيه مزيان. بدا كيقرب لها وهي مازال واقفه دايره براسها قويه زعما مازال كتهضر من الفوق. مزيان ملي دويتي هرستو باش تجاوبني، شنو عليتي بديك المسخه؟ كيفاش المسخه كتعرفني؟ زاد قرب بسرعه، كان شاد لها يدها اللي خدات بها التالي وزير لها على يدها حتى ولات يدها كلها حمراء، وكيعوج لها في سبعانه. ما رضاتش تقول باللي كتوجع، كل ما هو كيضغط على يديها كل ما هي كتعرض على شنايفها. شحال وهي مكواسي ما قدرتش تجبد يديها من كفو، بقى مستغرب من تصرفها. كيفاش هي هكا كتبان قد الدميه صغيره قدامه وكتحداه؟ هي كتنتصر هو بقى ساهله في وجهها في ملامح وجهها، كيحس بها غريبه ماشي بحال البنات اللي كيشوفهم، ماشي بحال البنات اللي كيعرفهم. عند معتصم مازال جالس حدا عابر وميليسا بسسمة، دابا لقيتي بنتك ومراتك؟ معتصم ابتسامة، اه لقيتهم الحمد لله، واش باغية تعرفي شكون هما؟ ميليسا، اه بغيت بغيت نشوفهم. معتصم هو مازال مبتسم جبد التليفون ديالو دار الكاميرا سيلفي وشاف ميليسا، هاكي التليفون باش تشوفي الأميرة ديالي. خدات من عندو التليفون بغات تشوف، ولكن كتفاجأ كتشوف راسها وشافت فيه، هادي أنا خدمتي الكاميرا بالغلط. بدات كضحك، هز من يدي وحط على رجلو، التليفون مازال في يدو، حط صبعو على وجهها اللي باين في التليفون، هادي هي الأميرة ديالي. سكتات من الضحك، شافت فيه ورجعت شافت في التليفون، بقات ساكتة شحال، رجعت شافت ماماها اللي كانت جالسة حداهم والدموع في عينيها، ورجعت شافت معتصم.
ميليسا اشارت لراسها، واش انا هي الاميره اللي كنتي كتقلب عليها؟ معتصم بحرك راسو بالايجاب، كيشوف فيها باغي يقرا ملامح وجهها ويشوف ردة الفعل ديالها. بقات ساكته، قمشات حلت عينها في الارض، بقات مدة على ديك الحاله. عبير شاف معتصم قبل ما تدوي والدور فيه، حتى كتشوف ميليسا تلاحت عليه مع النقاه، تفاجئ من هالنقاتو حاوطه بين دراعه وبدلها العناق. ميليسا وهي مازال معنقه، واخيرا عندي حتى انا بابا، مشي معايا ليكول ويخرج معايا ويدي نلعب ويخرجني ياك. معتصم كيحرك راسو غير بالايجاب، شافت ماماها، صافي ماما صافي دابا ها هو جا غيلعب معايا. ورجعت عند نقاتو، عامر ابتسمت ليه، حسات بالغيره، كتشوف بنتها اللي تعذبات عليها وسهرات عليها وهزاتها وهي ترفض الحب من يديها، جالسه مع نقا بابا وفرحانه نسات ماماها بالها كله معاها. حسات براسها صافي، زادت تخنقات معاه، كيف غادي دير دابا تبعد منه من بعد ما بنتها عرفات ملي باباها مازال عايش؟ ولا اختارت تعيش مع بابا شنو غادي يدير؟ راه ميليسا هي روحها، متقدرش تعيش بلا بيها، هي اللي عطاتها سبب الحياة، كانت عايشة على قبلها. حسات بالدموع غادي يغلبوها وغادي ينزلو، هي مبغاتش تبان ضعيفة حداها، بغات تنوض من بلاصة، ولكن معتصم شدلها في يدها وشاف فيها معناها تبقى جالسة. بلاصتك معايا عبير، تشوف ميليسا دابا ما غاديش تفرقنا حتى حاجة من غير الموت. إكرام كانت سادة عينها، صابرة الوجع اللي كتحس به في يديها، حتى كتحس به قرب لها بواحد الطريقة خاطفة، تفكرات محاولات الإغتصاب اللي كانت غتتعرض لها شحال مرة، كلشي كيشوف فيها غير الجسد اللي مشات تخدم عندو، كيبغي يستغلها جنسيا، كيبغي يبرد غير الغريزة الحيوانية ديالو فيها. تفكرات عمها اللي كان أول شخص حاول يتعدى عليها، تفكرات فاش كانت صغيرة، تفكرت فاش كانت كتلعب مع بنات عمها الغميضة، دخلت تخبى في بيت عمها باش ميلقاوهاش، تخبات منهم ولكن كان هو تماك. تفكرت داك النهار كيفاش كان كيلمس فيها وكيفاش قدرت أنها تهرب منه بصعوبة، وعات على راسها كتحس به قريب لها، كت قريب منها، عاد حس على راسو بعد على أكرم قبل ما ندير أي ردة فعل وندفعو، حسات بالردة، وفي طرف ثانية كانت ردت عليه جاب الله كان بعيد منها، ولكن عنقو وصدرو كله ولا كله عامر، كان حسب داك الشي جا عليه قفز وبقى مقوز ظهرو شوية باش داتو متوليش تعمر، حيت التيشيرت ولا عامر على غير راسو فيها. كيشوف كيف مازال واقفة حداه كترد في سلحات عليه، خسر سيفتو بسرعة، حيد داك التيشيرت وتحط طوموبيل جبد قرعة الماء، كيكب على عنقو وعلى راسو بحني لجهة الأرض، كيتكمل مع على صدرو حتى تأكد بلي مبقى فيه والو، عاد وقف رجع شاف فيها اللي كانت يلاه سالات ترجع يلاه غادي يدوي معاها، حتى كيشوفها بدات كتغمض عينها، كانت غادي طيح تجي طيحة في الأرض، كل ما شداش هو كيشوف فيها مدة عاد هزا دخلها للطوموبيل تكاها، معرف شنو غادي يدير، بقا كيشوف فيها معرفش علاش وقع ليها هكا وسخفات. كانت كتدوي في التليفون مع العائلة، مخلات مع من دوات، كلشي كيصونو ليها باغين يتأكدو من الخبر اللي وصل ليهم، والصحيح بلي بنتها عبير مازال عايشة، جاتهم معجزة، تبان من بعد 5 سنين راهم دفنوها بيديهم، حضروا العزو، وفي نفس الوقت كيطمئنو على السي رشيد اللي عرفوه مرض، فشاف بنته حية، لالا مالكة كانت كتهضر مع مرات لوسا، آه الحمد لله رجعات، رجعات ليا بنتي هادي راه موجيتة مع الله الحمد ونشكرو. مرات لوسا شريفة، إيوا على سلامتها. سكتت شويه وكملات، وفين كانت بعد هاد 5 سنين؟ واش كانت عايشه بوحدها؟ وعلاش ما كانتش مع اختها؟ ملكه وراها الكلام ماشي في التليفون، حتى تشوفي بنتي وتعرفي في فين كانت. شريفه وراه غادي نجي انا ومصطفى نشوفوكم. ملكه مرحبا اختي. قطعات على مرات لوسا اللي قالت لها ملي جايين يشوفوا سي رشيد كيبقى ويشوفوا عابير، ما قادريش يتسناو حتى يشوفوها في الدار، بغين يعرفوا الاخبار، خصوصا شريفه ما كانش عندها معاملات مليكة، حيت قارين مزيان ومربيات وحشوميات، بغيا غير تلقى شي حاجة عليهم. دارت مليكة للجهة فين كانت جالسة مع إكرام، ما لقاتهاش، خرجت كتقلب، بقات شحال كدور في الجردة حتى شافت بنتها جالسة هي ومعتصم اللي كان معنق ميليسا، مشات بخطوات مسرعة تجاههم حتى وقفت عليهم. عابر نوضي دخلي هزي بنتك ودخلي لداخل. عابر شافت فيها، أه كيفاش؟ مليكة مشات لجهة معتصم اللي كان كيشوف فيها، وهي كتبادلو نظرات كل حق. شدات ميليسا اللي كانت مازال معلقه باباها وخطفتها لي من يدي، وداتها لعامر، شدي بنتك ودخلي. وشاف معتصم، ميليسا مبغاتش تمشي عند ماماها، جدا ما بغيتش مامي، بغيت بابا، يلا بغات تبعد منها باش تمشي عند باباها اللي كان غير ساكت، بغاش يدوي حيت ما خصوش يخسر معاها نسيبتو كثر ما هو خاسر، خاصو يجيبها لصفو. ملكه بدات كتنهض، ميليسا سيري عند ماماك ودخلي معاها. دفعاتها مشات عند معتصم، شافت في جداتها
شي خايبه ما ندويش معاك خايبه. عابر غير ساكته شنو غادي تقول شنو غادي دير. معتصم شاف بنته تحضر عندها ميليسا حشومه ندوي مع الميمه هكا. ميليسا وهي باغيه تبعدني عليك بدا كيدوز يدو على شعرها بحنيه. الميمه باغا غير تهضر معايا في واحد الموضوع عليها قالت لك تمشي مع ماماك غير نسالي والهضره ديك الساعه ونجي لعندك. ميليسا يلا اتبقى ديما معايا ياك ديما غادي نبقى معاك يلا غسيري دخلي مع ماماك. وشاف عابر باش تاخدها ابتسمت ليها يلا مامي نمشيو نجيبو شوكولا ونشوفو اكرام فينها واخا. ميليسا عاد مشات بسرعه عند ماماها. ميليسا باي انا غنمشي ناخد شوكولا. عابر زيدي زيدي ناخد لك الشوكولا ونعطيك التليفون. شاف ماماها اللي كانت عاقده حجبانها ومشات حيت ما عندها ما تقول لماماها. معتصم هو اللي غادي يهضر اصلا جهدت سالا واللي هربت منو طاحت فيه ما عندها حتى حل اخر. غير مشات عابر وملكه دار شي يديها على جنبها وليد الاخرى كتحركها في الهواء وكتهضر. عندك الوجه تجي عاد والله واش ما عندكش علاش تحشم وما حشمتي ما رعيتي خديتي البنت وتكرفستي عليها وكذبتي عليها وعيشتينا في الحزن وسدعيتك الله يا عاد والله ترك الشيطان بعيني. لا 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 حاشا واش تكون الشيطان راه الشيطان كيقول بلي هو باري منك يا عاد والله. زاد قربت لعندو كيفاش قدرتي تعيش بنتي في الحرام وتخليتها تجيب كرش ديال الحرام واش ما خفتيش من الله ها؟ بقى غير ساكت دار يدو في جيبو كيشوف فيها كيف كدوي مخليها كتخرج داكشي اللي في قلبها وكيشوف عا وهو واش الناس كيتفرجوا. الحمد لله ما كانت حد قطع عاود هو برود. الحاجه خاصك تعرفي حاجه وحده بنتك مراتي بالوراق والقانون حتى قدام الله. سكتات شويه كيفاش كيفاش مراتك راه عاودت لي بنتي كل مجرى من الاحسن جلسي ونعاود لك كل شيء. اش غادي نجلس شنو غادي تعاود ليا بيناتنا حتى شي كلام من الاحسن سير في حالاتك وغادي نجمع لك ام سيدنا محمد. معتصم ولا مشيت شنو غادي تقول لسي رشيد فاش يسول عليا شنو غادي تقولي للعائله فاش يعرفوا بلي عابر رجعت وما رجعتش بوحدها جاي معاها بنت صغيره اش غتقول ليها. لالا مالكه بقات كتشوف فيه ساكته كتفكر في كلامه وعندو الصح. شنو غادي تقول للعائله اللي غادي يجيو يشوفوا عابر غادي يقولوا عليها ام حاسبه وبلي جايبه كرش الحرام وولدات بنت بالحرام كيف غادي تولي سمعتهم راه سيرتهم غادي تولي على كل لسان الكبير والصغير غادي يهضر عليهم. واهم حاجه راجلها سي رشيد شنو غادي يطرالو فاش يعرف الحقيقه كيفاش غادي يقدر يتقبل الصدمه. هو غير شافها واش نوقع ليه نزلت دمعه من عينيها دمعه ديال ام محروقه عليك بنتها كتشوف الدمار ديال عائلتها قريب دمعه زوجها اللي كتفكر في راجلها شنو غادي يوقع ليه. حسات بالدوخه الدنيا كدور بها التنفس ولا ثقيل قربت للكرسي وجلسات. معتصم قرب جلس حداها. لالا مليكة خاصك تعرفي بلي راني غلطت في حق بنتك بزاف وفي حقكم حتى نتوما درت غلط كبير فاش زورت البوت ديالها فاش كذبت عليها ولكن خاص تعرفي بلي بنتك من اول يوم كذبت عليها ودخلت لداري كانت مراتي زوجت بها وهي مازال في السبيطار مريضه. عاود لها كيف دار حتى تزوجو خاص تعرفي انا ما كنهددكش بكلامي ولا كنقول لك تعطيني بنتك على قبل سمعتكم. شلاها يديها وهي كتشوفي كتشوف عيني اللي كيقولوا غير الحقيقه. هي مراه اللي شافت في الدنيا بزاف ومن عين الانسان كتقدر تعرف واش كيكذب او لا. لا كمل كلامه خاص تعرفي باللي كنبغي عابر بزاف اكثر من 4 سنين وانا كنفتش عليها وليت كنهبل من مدينه لمدينه كندور نمشي لعند ولدي اسبوع ونغيب عليه بشهور وانا كنفتش عليها راه هي الروح ديالي اللي كنضيعها مني ودابا لقيتها وحاليا انا ما نقدرش نخسر لا هي لا بنتي. بقات غير كتشوف فيه شنو غادي تقول لي. سلسلت يديها من تحت يدي ونات من بلاصه دارت باش تمشي لداخل وقفات ودوات وهي دايره تبعني راه العائله جايه خاصها تشوفك مع عابر وكملت طريقها ابتسم حيت حس بلي بالله غادي ترطب ممكن ترحب به شي نهار ولكن عابر كي غادي يدير لها. عابر شنو غادي ندير معاك حتى تسامحيني تنسي. في جهه اخرى كان جالس حدا كيشوفها كيفاش ناعسه شويه كيسمع صوت كلمات كتقولهم عفاك عمي بعد مني عفاك حشم عليك وكتبكي والعرق في جبهتها وكتحرك راسها شويه شويه جهه اليمين واليسار. امي ما فهمتش شنو كتقول عارفه كتهلوس. اكرام بعد مني غادي نقولها لبابا طلق مني طلاق. غوتت حتى فاقت جلست لقات راسها في الطوموبيل وحلقها ناشف عليها كتفتش على الماء دورت راسها لجهه الباب وهي تلقاها جالس كيشوف فيها شوفت غير مفهومه. غير شافتو هي تفكر شنو دار ليها تفكرات كيفاش قرب ليها. انت كيفاش جرأتي تقرب ليا هكاك شكون سمح لك تقيسني شكون لحت عليك الضربو في صدرو اللي كان عريان كله شامات درعان وصدرو حتى هو واشمهم كتضربو كتقبش فيه
بجد مهمش واش لابس ولا لا. علاش قصيني؟ علاش ورجعت كتمسح فمه وساعات تمسحو حتى هراتو بالمسيح؟ خاصني المقاطع نديرو على فمي هو اللي غادي ينقيني منك. عميل تصدم من تصرفاتها بحال شي وحده مجنونه. بسرعه شدها من دراعها. ش واش صايبه كدير هاد الحاله؟ الناس كتضحك شي هبيله. هاد على والو هاد الحاله بحال كلكم بحال كان بحال بحال عمي مول القهوه الاستاذ كلشي كلكم بحال بحال من طيله واحده حيوانات بشريه باغي غير حاجتكم. بعد مني ما تقربش ليا فتحت الباب وخرجت كتجري ما عارفاش فين غاديه غاديه وكتجري وصافي. اما جالسه عابره هي وبيليسا فرحانه بزاف كتاكل الشوكولات. بابي زوين بزاف مامي بوغوس عابر ابتسمت ليها. فرحانه فرحانه حيت ولا عندك باباك؟ اه بزاف قد هكا فتحت يدي على جهدهم. وشكون عزيز عليك كثر انا ولا باباك؟ بيليسا بقات كتشوف ساكته زعما كتفكر. بزوزكم انا زعليا بزاف مامي. عابر تبغي تعيشي مع باباك ولا معايا؟ ميليسا بزوز بغيتكم معايا بغيت نكون بحال صاحبتي بحالها عندها ماما وبابا وعندها حتى اخوها. عابر ولكن الا قلت لك تختاري واحد فينا يا انا يا بابا شكون تختاري؟ ميليسا طبعا بابي حيت هو اللي غنختار. تصدمات من جوابها سحب لها غادي تختارها. هي اللحظه حسات بالخوف تبعد عليها بنتها شدت لها في يديها. ميليسا غتخيب ماماك علاش ما تبقيش معايا؟ حيت انا حس معاك مامي ودابا خاصني نعيش مع بابي ولكن بابا الا بغيتكم بجوج. عابر ابتسمت ان شاء الله بنتي ان شاء الله. شويه ويات المحب داخلين وقفات جات شد في ميليسا هي تشوفها غاديه كتجري جهه معتصم من غير شافها جايه عنده ابتسم وتحضر شويه وهزها بين يديه. ميليسا توحشتك بابي. معتصم فرحان مهمري نخليك بنتي. كمل طريق لجهة عابر اللي كتحس براسها صافي غرقات ما عندها حتى طريقة باش تخرج من حياتها خصوصا ميليسا اللي تعلقات بيه من أول دقيقة. لالا مليكة وصلت عند بنتها وقفات. عمك ومراتو شريفة جايين يطلعو على بابا كيشوفوك. عابر يجيهم الخير يا ماما وجايين دابا. راه دابا شوية يوصلو خاصنا نطلعو نشوفو بابا كيكون دابا فاق من النعاس. عابر لقيتيني غادي نقولها لك. مليكة شدي فراجلك وتبعوني راه تلقاه شي باغي يشوف حفيدتو. عابر صدمات كيفاش ماما اش من راجل؟ مليكة شوفي راه هو راجلك وعندكم بنية دابا والعائلة كلشي غادي يسول عليك وعليها. فمن دابا كنقول لك عابر ما بغيتش شي كلام يخرج ما بغيتش باباك يتعصب فهمتي. والعائلة راه كلهم غادي نقولوا ليهم بلي معتصم راجلك وديك القصة اللي عاودتها لباباك راه هي اللي غادي نقولوها للناس. عابر ولكن ماما قطع سالا الملكة ما كاين ما ولكن الراجل باين شارك ومن كلامو عرفتو باغيك. دابا المهم هو باباك ودابا يلا يلا نطلعو الفوق. معتصم ما كانش بعيد عليهم بزاف سمع كلام ماما عابر كله عجبو الحال. شاف ميليسا مشيو نشوفو جدو. ميليسا نمشيو مشيو عند امين اللي رجع كيفتش على اكرام فين مشات خاف لا دير فراسها شي حاجه غادي كيغلب كلامها كيتردد في ودنو. عادي عندك انت بحالهم كلكم بحال بحال عمي ومو القهوه والاستاذ كلشي بحال بحال بطيله واحده حيوانات بشريه باغي غير حاجتكم. امين كيفاش كلشي بحال بحال غادي كيفكر وكيفسر حتى وقف كيشوف غادي جهه الطريق والطوموبيلات دايزين عارفه غادي تقطع الشاطئ بلا ما ترد البال الطوموبيلات. غادي عيونها حامري الدموع وكتمسح فمها رداته وتفكر في عمها واللي حاول يديرو فيها. كتفكر كل مره استغلها وتحرش بها وديما في اخر لحظه كتحسق راسها وتهرب. غادي حتى كتسمع الكلاكسون ديال الطوموبيلات فاش كتشوف جهه اليمنى كتلقى كاميو جاي بسرعه كبيره كيكلاكسوني باش تحيد. وفي لحظه كتحس بشي حد جهره من الدم بعد على الشاطئ. بالخوف تخشات في صدره اللي كان مازال عاري وعينيه مسدودين. امين تفاجأ فاش عنقات غريبه هاد البنت هاد دارت حاله ودابا معلقه بقى غير شحال ومعلقه بزوج يدين ما عرفش شنو وقع ليه مع هاد البنت. بالنسبه ليه لغز وباغي يحلو. بقات مده على ديك الحاله حتى حست على راسها بعدات منو هي تلاحظ بلي ما لابسش من الفوق بانوا لي هادوك الوشامات وكرش البطراسية وعضلات المعدة بارزين على عينيها فيه بخجل حتى كتشوف هو اللي واقف حداها. تفاجأت هذا انت؟ امين كيطنز عليها شكون من غيري واش كاين شي هبيل غادي يخطر بحياته ويلقطك انت؟ اكرام وشكون سمح لك تعلقني علاش قصيني؟ ولا ولا قبيلة عندك الحق ما عرفتش كيف قالي ولكن انت اللي علقتيني دابا انا جريت كامل يديك انت اللي حاوتيني بدراعك خشيتي راسك هنا. اشار جهة صدره بقات ساكته ما لقات ما تقول.
علاش قربت لي قبيله؟ علاش سمعني؟ خلي لي في حالي يا سيدي، بعد مني امين. راه قلت لك غير غلط، راه ما حسيتش براسي. وعدتي اهتي شبي بسبابك، وليت كندور كيلعب العريان في الزنقه. اكرم عاد حسات على راسها وجهها، تزلقات بالحشمه ودارت عاطيها بالضر. واش ما كتحشمش غادي هكا عريان؟ واش ما عندك ما تلبس؟ امين ما بعرف شكون اللي تقي عليا، خاصني نترقد في جبل. ريحه الحمار كتفوح مني. غير قول لي اش واكل هادشي مجهد عندك؟ البس الضحك عاد فكرات فاش ردت عليه. خد مزيان افك باش مره اخرى تعاودها، ولكن لا انا ما صدقش صراحه. كان هي نجيبها لك هنا نيت باش تتعلم. امين كون درتيها كون رجعتها لك في البلاصه. اكرم صافي صافك، مالكش كتسالي خويا؟ شوف الله يرحم لك الوالدين، بعد عليا ما تبقاش تقرب ليا. خلاتو مشات. امين بقى منتحضيها غاديه في الطريق، كيحس بقلبو كيضغ اكثر من القياس. ابتسم وتم غادي بشويه عليه من وراها. كانوا في البيت عند السي رشيد، وميليسا حداه جالسه مع النقا والعائله كيسلموا على عبير. مبقاش كلينيك ولا سوق. شريفه على سلامتك يا بنتي. عبير الله يسلمك يا مرت عمي. شريفه وشكون هاد البنيته اللي جبتيها معاك؟ هادي بنتي ميليسا. ضربات بيد على صدرها. ناري يا بنت لوسي، غبرتي ونهار اللي رجعتي بنيه معاك. شافت ملكه. ملكه شنو كتقول بنتك؟ يولي كيف دارت ليها؟ وفين بابات البنت؟ ياك ما تكوني تزوجتي بشي شيباني. ورجعت شافت عابر. يا ناري عندك يكون ضحك عليك شي حد ولا حملك ولا حك. كدوي بلا حيه ولا حشمه، باغي غير تحرجهم وتخرج داك السم اللي في قلبها. باغي غير تشفى فيهم لدرجه ما عطاتش مجال للعابر ولا الملكه يهضروا. حتى قطعها معتصم، دخل الشومبر اللي فيها السي رشيد. بعد ما سلم مكالمه مهمه مع دانيال اللي قال ليه شنو وقع ليه مع سعاد، ومعتصم طلب منه يجي مع براتو ويجي معاه حتى سراج. فاش دخل كيلقى واحد المراه كتهين في عبير اللي كانت غير ساكته. معتصم حبيبه واش تعطلت؟ عبير شاف فيه لاول مره كتفرح بشوفته. تعطلت يا حبيبي؟ قرب ليها حاوطة بيد واحدة على راسها، وشاف في شريفة اللي كانت واقفة بلوك. يا كتشوف هذا اللي دخل كي داير زوين ومازال صغير وباين عليه لاباس عليه غير اللباس وحالته. معتصم بابتسامة، ما غاديش تعرفيني على العائلة؟ عامر دارت ديك ابتسامة صفراء، في نفس الوقت حطات يد على يدو اللي محاوطة بها كتحاول تحيدها، هو حالف لي يحيدها. هادي مرات عمي شريفة، وهذا عمي، وهادو بناتو هاجر وحياة. هادو كانوا حينيهم غالين غيخرجو من بلاصتهم، طاحو في السيد من النظرة الأولى. معتصم هو مازال شاد في يدها، جبد يدو التانية من الجيب ومدها للعم عبير وسلم عليه وسلم على مراتو. العم شكون نتا ولدي؟ أنا راجل عبير نسيبكم. شريفة بلا ما تحس براسها، أشنو راجلها؟ أنا لا ملكة دوات. أهي مرات لوسي تبارك الله، بنتي مزيونة وكتحمق ومرضية بوالديها، وربي لقاها مولد الناس. تبارك الله تبارك الله، الله يحفظهم يا ربي. شريفة والله يكمل بالخير، ولكن كي درتي يا عامر تزوجتي بلا أخبارنا وولتي كاع؟ ملكة شريفة ماشي وقت الهضرة دابا. شاف في الساعة، أصلا الوقت عطل خاص نمشيو. رجعت شافت في عامر، هاكي هادو صوار الدار، سيري انتي وراجلك وبنتك ارتاحو، ولا غادي نبقاها مع باباك هاد الليلة؟ عامر ولكن يا ماما. ويا تغمزة سيري راكم عيطو، حتى ميليسا غادي تكون عيات. قدات سوارت وهي كتشوف معتصم بالجنب وفرحان حيت غادي يكونوا مع بعضهم في دار وحدة وبوحدهم. عامر إكرام ما بانش ليا، معرفت فينها ملكة؟ غادي تكون غا في الجردة تلقاي مسكين حتى هي عيات. معتصم خدا ميليسا مع عند سي رشيد وهزها بين يديه وخرجوا. وعامر عمرها وعائلتو. عامر بهمس المعتصم بلا ما تفرح، غير نوصل للباركين كل واحد يمشي في طوموبيلتو انت سير لشي اوتيل. معتصم ابتسم وشاف عم عبير. سي مصطفى واش جبت طوموبيلتكم ولا نوصلوكم؟ مصطفى لا غنشدو طاكسي، طريقنا ماشي نفس طريقكم. شاف معتصم في عبير، شوف اللي هي عرفاتها، ابتسم ليها ابتسامتو الشيطانية. عبير طلع عمك سوار طوموبيلتك مشيو بها، حنا مشيو بالطوموبيل ديالي. مصطفى الله يرضي عليكم، اصلا هاد الوقت محالقة وشي طاكسي. وصلوا للباركينغ، عطاه عبير سوار تلعبها اللي ركب مع ولادو ومشاو. ودارت محصمة لعند معتصم، اش عاد تبرهيش؟ علاش عطيو على طوموبيلتي؟ معتصم قرب عندها باش ما تهربيش باش ندوزو هاد الليلة بوحدنا. عبير ابتسمت ليه ابتسامة صفراء، عمرك ما تحلم بها معتصم. قبل ما يجاوبها سمع صوت شي واحد من وراه كيعيط على عبير، ضر هو يشوفها. شكون من غيرها؟ إكرام اللي غادي تفسد ليه مخططاتو. إكرام شحال ولا كنفتش عليك يا صاحبتي؟ عبير انا غير هنا كنت كنستناك.
إكرام شاف في معتصم بالجلب حوجات فما وشاف في عبير، عرف صحيت بزاف بغيت غير نمشي نرتاح. عبير احنا غادي نمشيو دابا. معتصم حط مليتها في الارض وجبد سارته وفتح الباب. يلا زيدوا نوصلكم. عبير شدات في دمنتها غير سير حنا غادي نشوفوا شي تاكسي. تحركات باش تزيد ولكن مينيسا بقات واقفه. شاف سفا عبير يلا زيد بنتي نمشيو. مينيسا بغيت تبقى مع بابي. عبير مينيسا مبارك ما لفشوش وزيدي وغدا غادي تشوفي. مينيسا قلبها تشني فاتها لا لا بغيت بابا. سلسات يدها من عبير رجعت عند باباها. معتصم ابتسم شاف عبير وفتح لها الباب. ما ما عندك هرب مني. عبير فات وفتحت الباب ديال لور وركبات. داك الساعة ركبات مينيسا وإكرام ومعتصم بقا كيضحك عليها وعلى راسها اللي قاصح. مسافة الطريق وكانوا وصلوا حدا الباب نزلت عبير بسرعة تفتح الباب باش يدخلوا ويسدوا عليه الباب. ولكن مع من دارت لقات مينيسا شادة في باباها بقات كتشوف فيه شحال. واش ناوي تبات معانا؟ معتصم غادي نبات مع بنتي. مينيسا نقلت من الفرحة. واي يا بابي غيبات معايا. عبير صافي مبقاتش قادرة تشوفو. دخلو جلسو معتصم في الصالون وميليسا جالسة حداه. ميليسا مامي جاني الجوع. عبير شاف سو معتصم ما تمشي تجيب شي حاجة للعشا حسن ما تبقى جالس هكا راه بنتك فيها الجوع. معتصم اياه. شاف ميليسا تمشي معايا نجيبو العشا. ميليسا اه عييت فين اللي خرج. شاف عبير لقاه مبتسمة بالجن بغير شافتو كيشوف فيها مع هاد الابتسامة ديالها وعاق بها شنو باغية. كانت غير بغاتو غير يخرج من الدار باش تسد الباب وتخليه برا. ولكن مع من معتصم هذاك واجرك على الله. عرفتي راسي دارني ما غاديش نقدر نمشي. شوفي دي باني بشي حاجه من كوزينه ماماك. عبيت فات انا غادي نصايب شي حاجه من الزربه. اوكي شافت معتصم راه هو الطواليت اللي بغيتي تغسل يدك. غسل معاك المينيسا على بيد من توجد الماكله. دخلت الكوزينه هي واكرام قلت لها عامره ولكن باغيين يديروا شي حاجه خفيفه. خدات مطيشه بدات كتقشرها. اكرام حداها ناري هذا معتصم ماشي سهل وعلاش عاد عندك فيه الشك؟ راه الشيطان كيتعلم منه يا اختي. اكرام شنو باغي؟ شنو قال لك فاش مشيتو؟ باغي يرجع لي ونكونوا عائله وباغي نسامح لي. اكرام تعلات وقزت على البوطاجي. ايوا انت شنو قلتي لي؟ عابر وهي كتفتش على المقله اللي حتى لقاتها بدات كتقطع مطيشه مربعات صغار. طبعا قلت لي لا قلت لي انساني مشي يكمل حياته. المسامحه راه مسامحه لي غير يبعد عليا. ولكن فاجئني اكرام. باش فاجئك؟ صدقنا مزوجين ديال بصح من اول نهار كنت معاه يعني ما درتش الحرام. اكرام ابتسمت ايوا الحمد لله. بعدا عابر شافت فيها بالعكس راه دابا وحلت معاه بالمعقول. كيفاش وحلتي؟ سيتي ميليسا راه متعلقه بيه وعاد دابا انا مراته. اكرام نزلت من البوطاجي وخدات تفاحه كانت تماك وعطاتها. تقدر تلقي عابر ماشي مركتي الاولى ولا الاخر؟ ابتسمت بحزن راه ماشي سهل اكرام راه عنده نفوذ كبير والفلوس. كنخاف على بنتي بزاف لا ياخذها ليا. بقاو كيصايبوا العشاء ويتحتوا حتى حطوا كلات غير مينيسا ومعتصم واكرام. اما عابر طلعت تشوف البيوتا اللي غادي يباتوا فيهم. قادت البيت اللي كان ديالها باش ناس هي واكرام ومينيسا فيه. مشات البيت ديال فتحاته نزلات لقات مينيسا ناسه في يد معتصم كيشوف فيها فرحان. مازال ما متيق بلي هادي بنتو زوينه بزاف. شاف عابر ودو بحمس نسات. عابر راه ناخذ البلاصه غير وريني فين ديها باش ما تفيقش. عابر ما فيها لا يتلاج معاه حيت عيات باغي غير ترتاح. اشارت لي بيدها لجهة الدرج ناض من بلاصتو مازال هاسه. بقى تابع عابر حتى دخل البيت حطها باصلها جبهتها ما ساخيش بها. فين غادي نعسو انا وانتي؟ تفاجات ودوات بجد. شناهو ودوي غير بشويه ما كتخلعتي فحال شفتي جن. عابر علاش كاين شي جن من غيرك؟ كيفاش نباتو انا وانت؟ سير خرج من البيت راه بيتك هو الاول اللي في الراس الدرج سير. معتصم قرب لها حتى كلام الحين. واش ما كتفهميش راسك؟ ما توحشتينيش؟ عابر من بعد راسها منو كدوي متحسنا لها توحشك جنني ان شاء الله. معتصم ابتسم وهو كيشوفها كيف متوتره. بعد الشعر اللي مشاكك وليتي انت هي الجنيه. واش نسيتي شحال حنا مفارقين؟ 4 سنين وسبع شهور و13 يوم. عابر سير سير ولا في احلامك. قبل ما تكمل كلامها سمعوا الباب البيت تحل. دخلت اكرام لي حتى هي تفاجات بالوضعيه اللي لقاتهم فيها. اكرام تزنقات اسمحوا لي جيت فقط ماشي وحدك. عابر غير شافته وهي دفع معتصم وبعدات عليه. لا لا جيت فوقتك شافت فيا. يلا سير سير البيت اللي قلت لك دعس فيه. شاف فيها وقرب لولدناها وهمس. كان وعدك عابر بلي غادي يجي النهار اللي غتبغيني فيه وخرج. تبلوكات بقات كراكات بلا فريق ديالها. شافت اكرام اللي كتشوف فيها
كتحرك حجبالها فوق لتحت. اكرم شنو شتكسو كدير؟ عبير خدات بخده وضرباتها بها. خودي سيري سيري تنعسي فيا اللي يدوي. دخلات للدوش تغسل وجهها، تصدمات من حالتها، شعرها شاد الريزو والكحل نازل من تحت عينيها. ما كدبش فاش قلها جنيه، غسلات وجهها وطرفات حالتها وخرجات لقات اكرم نسات غطاتها. خدات تليفونها من الساك لقاتو طافي، دارتو يتشارجا وتكات كتفكر في حريتها. اما واحد معتصم فرحان مقدر فرحه، ولكن ما قدرش يلعب في البيت، خايف لا تخرج وتهرب في منتصف الليل. دارتها مره ما غاديش دير به مره اخرى، ونزل للصالون تكافي. وصل النص ديال الليل وعبير ما جاهش النعاس، ناط من بلاصته على التليفون، بقات شحال من ابل من جوفيق. مشاو لبلاصه بعيده شويه على المدينه الحمراء، جالس وسط طوموبيل ونهار كله كيصوني والو، التليفون طافي. لا هي لا اكرام زوجهم ملي وصلوا فاش طمأناتو عبير ملي وصلوا بخير وعلى خير وما والو. تما ديك الوقت ما كان جاوبوش، شاف جا ميساج بلي عبير على التليفون وهو يصون عليها. بدلها اسمي التوفيق دار جسمينيسا وإكرام لقاتو ناعسين، نات بشويه خرجت من البيت نازله في الدروج باش ما يفيقوش وجاوبات، وي توفيق لاباس؟ لا سمع صوت ارتاح. عبير ونهار ولا كنصوني تهولت عليك، واش نتي بخير والعائله؟ غير سمح لي التليفون ديشارج عليا عاد على النهار ولا في السبيطار. تخلع عليها ياك لاباس، واش نتي مزيانه ميليسا واكرام؟ الحمد لله يغير بابا فاش شافني جات ذبحه قلبيه، ولكن دابا هو راه مزيان الحمد لله. معتصم كان متكي حتى كيسمع الهضره بشويه جايه من جهه الكوزينه، تمشى ببطء حتى دخل لقى عاطيه بالظهر وفي يدها التليفون كتعاود شنو قال باباها. بقى كيقلب شويه حتى وقف وراها لجهه قرب وراها، كيقرب لها هي حسات به راه كيقرب. واش ما كتعرفش دير الحس؟ حطات يديها العنقه بعد من حدايا. قاطعه معتصم، عبير واش نسيتي راك مراتي؟ توفيق بدا كيسمع الصوت هو لا ماشي هو، دقيقه هو يستوعب صوته. معتصم هذا صوته شكون من غيره؟ معتصم مع من كدوي فهاد الساعه؟ صافي كيقرب لعندها حتى دارت ظهرها مع البوطاجي ودارت لعندو، هي غير كتشوف فيه كتحس بدقات قلبها كيدقو بالزربه. اما توفيق غير سمع صوته قطع الخط. معتصم حس بالتوتر ديالها ودوا بهمس، مع من كنتي كدوي في منتصف الليل؟ عبير كانها تخدرات. مع توفيق؟ معتصم توفيق وشكون هاد توفيق؟ عاد حسات على راسها ودفعاتو بزوج يدين، ولكن متزحزحش. وانت سوقك سديها في راسك. معتصم سوقي لالا عبير، ولا نسيتي بلي مازال مراتي وانتي ام بنتي؟ خاصني نعرف عليك كلشي. حيد حيد بغيت نطلع الناس. ستقرب ليها، عبير خصك تعرفي بلا كنبغيك وتوحشتك وكنبغيك وبغيتك تكوني معايا نتي وميليسا. فكري في ميليسا وسراج مستقبلهم، ما تحرميش ميليسا مني وما تحرميش سراج منك، خاصنا نفكروا فيهم. عبير عارف راسي غلط بزاف معاك، ولكن كنتمنى تعطيني فرصه نصلح اغلاطي. شد لها في يديها، بغيت نكونوا عائله، تعطيني فرصه، بغيتك بالخاطر بالمحبه، بغيتش الضد. الضد راه غير غيفسد العلاقه ديالنا. انت عبير بغيتك تفكري وجاوبيني شنو قرارك، ونلمو الشمل ديالنا، ما تفكريش بانانيه كيف كنت انا شحال هادي. ما عرفتش شنو وقع لها، كتحس غير بيدو على وجهها، عيونو مركزين فيها. يلا كتحس بيه راه بدا كيأثر فيها ويدفعها بالزربه، ومشات كتجري طالعه في الدروج هاربه منه. دخلت للبيت وسدات عليها بالساروت، غمضات عليها ونزلت دمعه من عينيها. معتصم ابتسم ورجعت تسكن بلاصتو كيفكر كيفاش كانت كترجف، ونظراتها اللي كانوا مشتين ابتسم وسط عينيه. اما عبير مسحت دمعتها، ما خاصهاش تستسلم لقلبها، حيت من النهار مشات كانت في الاول كتحقد عليه بزاف، ولكن مع الوقت ما عرفتش علاش بدات كتفكر فيه، كتفكر لحظاتها معاه. واخا كانوا كذوب في كذوب، ولكن القلب الى بغا مصيبه. شحال مره حاولت تذكرهم، ولكن ديما كانت كتلقى راسها كتفكر فيه. واليوم فاش شافته ودخل عليهم في الكلينيك حسات بإحساس غريب بين الفرحه والقلق والخوف. نهدات وشافت بنتها اللي ولات متعلقه بيه، مازال غير نهار باش عرفاتو، مع السك الايام اللي جايه سكات حدا بنتها وهي 100 مطرقه ومطرقه في راسها. بغي بنتها تكون مرتاحه، ما بغاش تحرمها من حقوقها ومن انها يكون عندها اب كباقي الوليدات، وكذلك ما بغاش تحرمها من خوها. خايفه نهار تكبر بنتها تكرهها، خايفه ليجي النهار وتلومها فيه. كتفكر في كلامه اللي قال ليها هي ام، وخاصها تفكر كأم. تفكرات طريقه كلامه معها، لمست الصدق في نبره صوته، بقات هكا كتفكر حتى دات عينها. دازت 15 يوم والحال هو الحال. معتصم وعبير كل نهار كيمشيو يشوفوا السي رشيد وياخذوا ليهم ماكله المستلزمات اللي خاصهم،
عامر بدات كترطب من ناحيه معتصم، كتشوف كيف ولا باغيها بخاطرها. تبدل بزاف، كتفرح فاش كتشوف ميليسا فرحانه معاه وعطيها كل وقته، كيلعب معاها يوكلها وينعسها، حتى هي تعلقات بيه بزاف ولا تغير ولا تقافيه. اما اكرم وامين ولاو اصدقاء بزاف من ناحيه فين ما كانت كدور كتلقاها قبالتها. حضراتهم مره ما زوج يبعد منها، ولكن هو لاصقها حتى طلبات منه يبعد على حيت داكشي اللي في باله ما عمرو غادي يحلم بيه، وعرف القصد ديالها وعدها باللي باغي غير يكون صديق ديالها ما باغي منها والو. وبعد تردد كبير وافقات، ولكن بشروطها ما يقرب منها ما يقيسها. وافق حيت عارفه بنت الناس وعارفه متاكد عندها شي ماضي خايب، حتى خلاها نافره كاع الرجال وبغي يعرف الماضي ديالها كله، ولكن هو في الحقيقه ما باغيش يكون صديقها، عاجبه وبغاها في الحلال، فقرر يفتحها في الموضوع حيت ما قدرش يبقى في خلال الصداقه. هو من طبعه انسان دغري، اي حاجه بغاها كيديرها، ما كيبقاش يدور ولا يتردد. جالسين كالعاده في واحد القهوه كيتحسوا حتى قطعها. اكرام بغيت ندوي معك في واحد الموضوع. اكرام والله سمعنا خير. كنظن انت عاشرتيني هاد الايام وعرفتيني انسان جدي ودغري، وعلى هادشي انا وافقت على الصداقة ديالنا، ولكن علاش هاد الكلام دابا؟ امين حس بالخوف والتردد، بلا عريقو يا ربحة يا ذبحة. اكرام انا بغيتك للزواج على سنة الله ورسوله. اكرام فحال الصرفقات مبقاش كتسمع والو. شنو قلتي؟ ما سمعتش مزيان. بغيتك تكوني مراتي. شوفي انا من النهار اللي شفتك حسيت بشي حاجه ناحيه ديالك، ولكن دابا تاكدت بلي انت هي الانسانه اللي باغي نكمل معها حياتي وتكون ام ولادي. انت ما تمشي زعما باهته، انا ما نصلحش لك امين، سامعين ولد الناس وتستحق شي وحده تكون احسن مني، ولكن انا ما نليقش ليك. وقفات باغيه تمشي ويشد لها يديها. انت اللي تصلحي لي يا اكرام، انا باغيك، قلبي معاك، عقلي وقلبي بغاوك. اكرام بحزن، انت ما عارف والو عليا ولا على الماضي ديالي. امين انا الماضي ديالك ما كيعني ليا والو، انت وانا غادي نعيشو المستقبل، اي حاجه كانت في الماضي غادي ندفنوها. اكرام كلام سهل، ولكن الواقع صعيب، خصوصا اللي عشتو انا كنقدرش ننسى ولا ندفنه ونخليه وراي. الماضي ديالي غادي يبقى تابعني حتى النهار اللي غادي نموت فيه، بالاحسن ما نبقاوش نشوف كل واحد يشد طريقو. غسلتات يدها منه ومشات، بقى واقف متبع ليها العين حتى ركب الطاكسي. غادي تكون ليا وعارفه كتبغيني كيف ما كنبغيك. اما واحد اكرام غير ركبات دوحة نازلي، هي ما صلحش حتى لشي حد، كتحس براسها موسخه، خصوصا فاش كتفكر عمها وشنو كان كيدير فيها. واقفه في الكولوار حتى كتسمع صوت ماشي غريب عليها، غير دارت وهي تشوف اختها سعاد جاي كتجري في اتجاهها وكتعيط لها بسميتها. تعالات ملامح الفرحه على وجهها وابتسمات. غير وصلت حداها عمقات عينها قحار. سعاد اختي حبيبتي، توحشتك بزاف بزاف. عبير مبادله العينق مع اختها كيبكي وبزوج معانقين مده وهما هكاك. بعدها شافت فيها زيانيتي كسر معاك كتي زوينه. عبير الدمع في عينها، حتى انتي وجا معاك الزواج. سعاد وياه الزواج كيبدل. المهم كيف تينا وشنو كديري؟ واش انتي مزيانه وفين هي خليتو ديك الصغيره؟ قالت لي ماما عندك بنيه. عبير راه في الجرده مع بابا. وانتي فين هي بنتك وراجلك؟ سعاد راجلي مشى يشوف شي صاحبو اللي هو راجلك. عابر بصدمة، كيفاش؟ واش مغتسب؟ سعاد أيها أختي، غير خليها على الله من بعد ونعاود لك، خليني نشوف بابا بعدا، كيبقى داك الساعة نعاود لك كل شيء. لتحت في الجردة كان واقف دانيال وسيراج مع أختو الصغيرة. بابا هادي هي أختي ياك؟ مغتسب أختك الصغيرة. ميليسا هذا خويا اللي عاودتي لي عليه؟ حرك لها راسو بالإيجاب. خو الدراري كيدوي وكيتعانقو. مغتسب دار جهة دانيال، شو درتي مع سعاد؟ سامحاتك احمد راك كتعرفني، بقيت كنطلب فيها حتى شحفاتني عاد سمحت ليا، قالت لي اخر مره ولا حصلت شي حاجه في المستقبل ما عمرها تشوف وجهتي. وهي ساعه هذيك الساعه فاش عاودت لها بلي اختها باقا حيه، المهم دابزنا وهذا، ولكن في الاخر سمحت ليا. معتصم ايوا دير عقلك. احمد واش كدوي معايا؟ ما عرفتش شكون اللي خاص يدير عقله، شكون سببي اصلا؟ معتصم انا ما قلتش لك تزوج انتقم منها. وصافي صافي نسى عليا الماضي. شنو درتي مع مراتك؟ مازال ما سمحت ليا، كتعطينيش حتى الوقت اللي ندوي معاها فيه، ولكن انا متاكد بلي حتى هي كتبغيني. احمد واثق من راسك؟ عينيها هاد الايام في شي شكل كنحس بها كتبغيني، ومتاكد هاد الايام قريب غادي نتصالحوا، خصوصا ملي جبت سراج هاد الاخير. بعد ما لعب شويه مع اختو شاف بابا. بابا نعم ولدي، بغيت نشوف ماما توحشتها بزاف. ابتسم لي، يلا نمشيو عندها حتى هي توحشاتك. جالسين مجموعين على الاب ديالهم، ولا بخير واليوم غادي يخرج من لاكلينيك. لالا ملكة فينها يا راه بنتي توحشتها؟ سعاد ابتسامة، راها مع باباها شوية ويجيبها.
عمير قرب مثلا عند خصها فمسات ليها خاصك تعاودي ليا كيف معتصم كيعرف راجلك. سعاد يلا نخرجوا نعاود لك. شافت ماماها ماما احنا غادي نخرجوا للكلوار بيد ما تسليم مع بابا باش نمشيو. مالكه واخا بنتي انا غير نبدل عليها ونجمع لي شي حويجات ونعيط لك. نادو خرجوا وقفوا مع الحيط اللي قريب البيت ديال باباهم. عامر يلا قول لي شنو كاين. قبل ما جاوبها سعاد عامر حسات بشي حد عنق من الجاد من نصها. حنا تعينا وهي تشوفها كيشوف فيها والدمع في عينيه. سيراج ماما توحشتك. عامر ما عرفاتش شكون هذا. شافت قدامه وهي تشوف معتصم مبتسم اشار ليها الولد. خرج حروف من فمه ماشي مسموعين باسم سيراج. عامر عرفات شنو بغى يقول. وقفات لحظات بالنسبه ليها توحشاتو بزاف حيت بالنسبه ليها هو ولدها كانت كتبغيه بزاف وعزيز عليها بدون وعي منها. نزلت دموعها وتحضرات لعندو على ركابها حتى ولات انفاس معاه وعنقات بحراره كتعنق وتبوس وتخشي ليفه في عنقو كتشم ريحتو وترجع دوز يديها على شعر وجهو توسط دموعو كيضحك. سيراج توحشتك مامي بزاف. عامر حتى انا توحشتك قبلتي. ورجعت كتعلق فيه. سيراج عافاك ما تخليليش مامي بقاي ديما معايا. حطات يدا على خدودو وشاف جهه معتصم اللي كان واقف وبنتهم في يدو بقات سارحه مده فيهم كتشوف ميليسا كيف فرحانه. وسيراج حتى هو فرحان فاش شافها وهي بنفسها فرحات واخا ماشي هي الام البيولوجيه ديالو ولكن احساس الامومه جرباتو معها اول مره. شفت فيه ابتسامه. ما عمري غادي نتخلى عليك انت ولدي حبيبي. ماما كرجعت ليك وما عمري غادي نخليك. ورجعت عمقاتو. معتصم غير سمع كلامها حس بجبل كبير تحيد من عليه. كان كيفكر كيف غادي توافق ترجع معاه ولكن عارفه تقدر تبدل رايها فاش تشوف سيراج حيت عار بلي هو عزيز عليها بزاف. قد بخطوات ثقيله تجاههم والفرحه باينه على وجهه حتى وصل حداهم. دابا عائلتي كملات. عامر شاف جيت ميليسا وابتسمت ورجعت شافت سيراج وهزاتو من يديها. عامر سيراج واش تلاقيتي اختك صغيره؟ شفتها في الجرده مع بابا. ميليسا مامي دابا انا عندي خويا ياك كعمرنا غادي نتفارقوا. عامر عمرنا ما غادي نتفارقوا حبيبه ديما غادي تبقاو مع بعضنا. شويه وهي تخرج مالكه. سعاد جيبي الكرسي المتحرك صافي باباك واجد. كلشي مجمع في الدار. سيراج تمسكي على سداري وجالس مع احمد ومعتصم وامين ورجال من العائله كيتحسوا باغيين يتعرفوا عليه. والعيالات في الصالون الاخر مجمعين مع مالكه كيباركوا ليها على سلامه راجلها ورجع بنتها بخير وعلى خير. وبطبيعه الحال بغاو يعرفوا شنو وقع لبنتهم. مالكه ما قصراتش عاودت لهم نفس الكلام اللي كان قال معتصم لبابا بابا تاع عامر. عاد كتكبر براجل بنتها ملي لاباس عليه وبكل عاقه وملي عنده ممتلكات في العالم كامل. هو رجل اعمال معروف. اما عامر سعاد واكرام كانوا في الكوزينه كيوجدوا الضيافه. سعاد صافي دابا سمحتيه. عامر ابتسامه فاش كنولي والدين خاص نفكروا ديما في مصلحه وليداتنا. انا فكرت غير في وليداتي يا اختي. سعاد وحسن هذاك الشيء اللي درت ما بغيتش نحرم يارا من ابسط حقوقها. عامر واي حاجه دارها الله فيها خير. انا الا بقيت معنده معاه فرا اول وحدين غادي نضره هما سيراج ومينيسا. فتنازلت باش نكونوا عائله ولكن شحال عندي شروط هو لازم يوافق على شروطي. سعاد بتساؤل الى شروط. عامر قالت لها الشروط ديالها. سعاد وغادي يوافق ما عنده حتى على الاخر. شافت وجهة اكرام اللي كانت شاده كاسكاس بصح فيه وبالها ماشي معاهم. عامر اكرام وا اكرام شافت فيها شنو كتعيطيني راه بالصباح ولا داوين معاك فين عقلك صارح. اكرام بابتسامه دابله غير معاكم. حتى الطبسيل بين يدها وقربت عندها. مالكي اش وقع لك؟ وقع والو غير توحش جدا وبدات كتبكي. علقات عامر واش شوفي فيا شوفي. علات في عينها شنو كاين شنو وقع بينك وبين امين؟ راه انا ما نحساش على ودني. واش عندك بشي حاجه؟ راه كنعرفو فحال فحال صحابو. شاف جهه سعاد اكرام لا 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 بالعكس طريف ما عمرو تجاوز حدودو او غلط في شي حاجه معايا. عامر ايوا شنو وقع بيناتكم؟ طلب مني الزواج. عامر ايوا مبروك هادي خبر زوين علاش انتي معبسه؟ اكرام انتي عارفه الماضي ديالي. شوفي الحمقى اللي فات راه مات انتي ما غلطتيش وهداك الحيوان راه تجازى على اعماله من الحسن تنساي طي حياتك وعطي فرصه لراسك والامين قادراش ننسى سلا وافق ضروري نعاود ليه شنو كاين. عامر ولا كان كيبغيك ما غاديش يهمو الماضي ديالك اكيد غادي يهتم بالمستقبل. ما عاد انتي كنتي صغيره فاش وقع لك داكشي يعني انتي الضحيه. اكرام ماشي غير هذا الموضوع اللي خاصو يعرف خاصو يعرف حتى شكون انا و... اكرام حتى هذاك الموضوع انتي ما عندك فيه حتى دخل انتي ضحيه. اكرام الا كان كيبغيك ديال بصح خاصو يتقبلك كيف ما انتي بالماضي ديالك ديرها فراسك هاد القضيه. دازت العشيه
زوينه كل واحد مشى لدارو. امين كان خارج ويشوف اكرام جالسه، خرج حدا الباب ويصوني عليها في التليفون، زاد التليفون لقاته هو اللي مصوني، فتحات الخط وهي ساكته. امين اكرام بس خليليش معلقاك، وافقي دغيا انا كنقول لك ما كيهمنيش الماضي ديالك. اكرام غدا نشوفو في القهوه اللي كنجلسو فيها ضروري ونعاود لك، وديك الساعه القرار غادي يكون في يدك انت. امين ابتسامه من دابا كنقول لك الماضي ما كيهمنيش، حسن غدا ونهضروا ان شاء الله. وقطعت عليه لداخل بيت الضياف. كانت عبير كتقاد البلاصه لسراج باش ينعس مع ماما، هما حسيت فوق حدا البالكون كيشوف فيها مبتسم. عبير كتقاد المخده، واش غتبقى واقف فوق راسي؟ معتصم شكرا لك حتى عطيتيني فرصه نصلح الغلط ديالي. عبير ما كتشوفش فيا، انا عطيت فرصه لبنتي وسراج يعيشوا كيف اي وليدات صغار. مشات جهه البلاكار جبد لي زور جداد، ولكن خاصك تعرف حاجه وحده، عندي شرط عاد نرجع. معتصم شرطي اي شروط بغيتيها انا موافق. شفت في زواجنا؟ مالو زواجنا؟ غادي يبقى غير على الورق، يعني كل واحد في بيته ما يقرب لحد. محتسب مسكت شويه، واللي بغيتها هي اللي غادي تكون، كوني هانيه. قربت اتجاهها شد لها يديها حط شي حاجه في صباعها، شاف صباعو لقات خاتم زوين ديال الذهب الابيض كتوسط ورده من الالماس. شو هذا؟ خاتم ديال الزواج، ما يمكنش مزوجين وانت ما لابساش. غتحيدو ولكن بغيتي تحيد، خليه ما عمرك تحيديه. كوني هانية الشرط انا قابل به، وغادي نصبر حتى النهار اللي انتي تعترفي بزواجنا بشكل رسمي. بالعطريقة طريقة حلبي سواجد، انا غادي نمشي نشوف سراج، غادي يكون نعيا مع الصفر. جا نهار جديد، جالسين في القهوة، امين كنشوف اكرام اللي ملي وصلت وهي ساكتة، معرفاش من غادي تبدا. بغيت ضروري نتعرف الماضي ديالي. امين انا كنسمعك، واخا ما غاديش نبدل القرار ديالي، واخا ما عرفتش شنو تقولي ليا. اكرام سرادور، انا فاش كنت صغيره كنت كنمشي لدار عمي كنلعب مع بناتو وهو. امين قبل ما تكمل كلامه، اكرام راني عارف شنو كاين. شافت فيه باستغراب، كيفاش باش عرفتي؟ داك المره فاش تقربت ليك ورديتي عليا كنتي سخفتي وبديتي كتهلوسي، قلتي شي كلام ما مفهومش، ولكن كنتي كتقولي عمي عافاك ما تقربش. فاش فقتي قلت ليا كلكم بحال فحال الرجال كلهم، تماك تعرفت شنو كاين. واليوم انا جيت بس غير باش نقول لك واش دراسك، حيت باغي نمشي لمراكش نخدمك من عند عائلتك. اكرام ولكن مازال خاصني نقول لك حاجه اخرى. اكرام ما غادي تسمع والو، كلامي وقراري ما غاديش نبدلو، حيت خسارتك انتي تكوني مراتي وام ولادي في المستقبل، كنتمنى في اقرب وقت تكوني معايا. فمن دابا كنقول لك واش دراسك. اكرام ولكن خاص ما تزيديش تقولي شي كلمه. صافي عرفتي هاد الويكاند غنطلعوا لمراكش وغادي نديروا الخطبه ولاكت في اقرب وقت باش تمشي معايا. رجلي على رجلك استراليا. لقات مسقول ابتسمت لي وفرحات حيت ربي جازها على الصبر ديالها. امين كملي كاس العصير باش نرجعوا، قولي لصاحبتك بلي غادي تمشي لمراكش. في الدار جالسه عابر مع سراج اللي من الصباح هو سابعها خايف لا تهرب ليه، فرحان بزاف. عابر هاكا ولدي خد هاد الحليوه زوينه. سراج ابتسامه شكرا مامي. مالك صافي انت قررتي تبقاي مع راجلك؟ آه غادي نبقى مع ولادي، هو راه شرط عليه كل واحد يبقى بيتو، يعني زواج غير على الوراق. مالك ايوا الله يصلح حالك يا بنتي. المهم فكرتي في الوليدات يعيشوا كي الناس. سعاد شاده يا رفي دا كتوكل هذا لون حد بلي فين هي؟ عابر خرجت مع باباها وباباها واحمد. مالك مسكينه حتى هي تعلقات بمعتصم. عابر وراه باباها ماما هو كيبغي انت كتشوفي ما كيخسرش ليها الخاطر. مالك الصراحه بنتي راجلك باين عليه تبدل على داكشي اللي عاودتي ليا عليه. سعاد واخا عذبك وعذبنا كنا على حساب راسو وخدم اناني معانا، ولكن كتشوفو دابا كيهتم لغيرو. عابر وداكشي علاش وافقت؟ حيت عرفتو تبدل. مالك شنو دابا غترجعي مع استراليا؟ ضروري، ولكن قبل خاصني نرجع لمراكش نقدم الاستقاله ديالي ونعطيها شي ملفات لتوفيق عاد نمشي. ودخل السي رشيد ومعاه تسابو وميليسا في يد معتصم. مالك على سلامتكم فين مشيتو؟ السي رشيد مشينا لبوعلان جبنا لكم الماء. معتصم طبيعه زوينه تماك نقي وبارد شحال شربت فيه. عابر بنتي ما جاك الجوع؟ ميليسا لا كليت بابي خدا ليا ساندويش زوين وفريت. عابر ايوا بصحتك. جات اكرام ودخلوا البنات الكوزينه كينصبو في العشاء، ورجال جلسوا في الصالون مجمعين. اكرام عودات البنات شنو وقع ليها اليوم مع امين، واتفقوا في الويكاند يطلعوا لمراكش ويديروا الخطبه، وحتى عابر لقاتها مناسبه باش تقدم الاستقاله ديالها وتقابل ولادها شويه وهو يصون على التليفون. غير شافت شكون جابات، وي توفيق سبحان الله عمرك طويل، هذاك السنه اللي كندوي عليك. توفيق بخوف مع من؟ مع اكرام.
عاد ارتاح، كيفكم لاباس؟ طولت الغيبه عابر، غادي نجيو هاد الاسبوع ان شاء الله. توفيقي وعلى سلامتك، راه الخدمه كتسناك. الصراحه ما غاديرش على الخدمه حيت قررت نرجع لراجلي ونجمع الشمل. تصدمت توفيق، كيفاش؟ واش رجعتي ليه؟ على قبل من ليسا. بقى ساكت شويه، شوفي فاش نجي ضروري نشافو. عابر غادي ندوزو الخدمه ديال اكرام ان شاء الله، وانت ضروري تكون حاضر معانا. توفيق اكرام امتى تخطبات؟ عابر في الويكاند غتكون الخدمه ان شاء الله، غادي نتزوج بصاحب معتصم. امين. توفيق المهم نهار الخطبه ضروري نشوفك. عابر ان شاء الله ضروري. توفيق يلا بسلامه، نخليك نقضي شي غرض. عابر بسلامه. عند توفيق غير قطع على الخط، حتخبط التليفون مع الحيط حتى تشتت. والله لا كانت لك معتصم هاد المره، انا اللي غادي نربح. وعابر لا ما كانش ليا ما غادي تكون حتى واحد من غيري. خرج من داك المظهر وديك الساعه، خاصو يقاد اموره كلها حيت ما عندوش الوقت بزاف. من بعد ما تعشى وطلعت عابر تقاد البلاصه المعتصم كيف العاده، وصيراج حتى ميليسا اللي ولات كتناس معاه تدخل عليها معتصم. تسكع على الباب كيشوفها كتقاد البلاصه اللي غادي نحسو فيها. فخبارك امين طلب اكرام الزواج؟ عابر وما كتشوفش جهتو، راه قالت عليا اكرام الله يكمل عليهم بالخير. اللهم امين. غدا في العشيه غادي نطلعو لمراكش حيت نهار السبت غادي يديروا الخطبه. معتصم كنا غادي نمشيو غدا باش ورا الخطبه نمشيو لاستراليا باش الوداد يستقر. عابر ولا بغيتي انت تمشي سير، انا مازال عندي ما يتقضى. انا راه انت عارف شحال من حاجه، شحال ما شفت والديا، خاصني ضروري نجلس معاهم شويه. معتصم اوكي المهم في الاخير غادي تكوني معايا. عابر ما خايفش نهرب؟ معتصم دابا واخا تهربي غادي نلقاك، كوني هانيه. ايوا ها الفراش مقاد، غادي نمشي نشوف الدراري ونطلعهم باش ينعسو. تتخرج ويشد العده، انت غادي تعفي عليا وعلى قلبي. حاليا كنشوف غير الوليدات ومصلحتهم. سمعتي معتصم؟ وحيدتي يدها من يدو، ويلا رجعتي في الاتفاق من الاحسن كل واحد يشد طريقه من دابا. معتصم مزير على يديه بزوج الفوق. لا 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 شروطك على راسي، عاكوني هانيه. وكيف كيف ما قلت لك غادي نبقى نتسناك حتى تحني عليا حتى لاخر يوم في حياتي. دورات وجهها وترسمت ابتسامه خفيفه على وجهها وكملت طريقها. اما اكرام كانت في البيت ديالها فرحانه حيت اتخذت هذا القرار، وفي نفس الوقت خايفه من اللي جاي، خايفه فاش يعرف امين الحقيقه شنو غادي تكون رده الفعل ديالو. ولكن صبرات راسها بلي هو اللي طلب منها تنسى الماضي، وبلي هو كتهمو غير هي بوحدها. شويه هو يصل لتليفونها شافته هو اللي كيتصل بها ابتسامات وجاوبات. الو امين توحشتك. زنقات وخدو دات وردو. لاباس؟ امين طاير من الفرحه كيتسنى غير امتى يوصل نهار السبت. اكرام مبقاش بزاف اليوم الاربعاء. امين بالنسبه ليا بزاف. اجي واش دويتي مع جداتك؟ اكرام دويت معها قالت لي الا كنت موافقه ما عندهاش مشكل. امين ايوا لا يحشمنا يا ربي. يلا نخليك دابا حيت غدا باغي نخرجوا نتقداو الحوايج وداكشي للخطبه. امين اوكي يلا تصبحي على خير. اكرام بسلامه. صباح نهار جديد. والبنات ولالا مليكه خرجوا مشاو للسوق القديم ديال الفدان، مشاو لجهه اللباس التقليدي شحال هما كيدوروا. ما كاينش شي محل ما دخلوش ليه. اكرام هيات بالتقياس، عابر تلبسها لون وسعاد لون وحيرين بين الموديلات والالوان، واكرام طالبه غير السلاكه معاهم هاد النهار. وفي الاخير خسرت هي راسها قفطان في الاخضر الملكي ملبس بالحجيرات جهه الصدر مطرز بالذهبي، ونازل على الكتاف جعل شكل حوته، نازل على الانحناءات ديالها وجهها غزال وبين لها لطي اللي كانت ديما مخبيها تحت الملابس الواسعه، واللي اغلبهم كانوا في الالوان الداكنه الاسود والرمادي والقهوي والبلوماغين. هادو هما الالوان اللي كانت كتلبس باش ما تثيرش الانتباه وتحد ما يحتال على الانظار ديالو. حسام رقيق زوين مواتي القفطان ونحت لها لا فورم. مشاو جهه الشرابل، خدات شربيل ديال الصنف الذهبي وعالي حيت هي قصيره ومواتي مع القفطان اللي خدات. اما عابر وسعاد خداو جليلبات ديال الحضور، وحده في الكرونه العابر وفي الزرقاء مقل سعاد، تخداو كلشي غادي يحتاجو. حتى من الحلوى خداوها من تطوان حيت معروف عليها الحلويات التقليديه والاتقان اللي فيها. ومن بعد نهار ديال الظهره في السوق رجعوا للدار يرتاحو باش يشدو الطريق في الليل. مشاو معاهم حتى الوالدين دعابر وسعاد، اصروا عليهم صار عليهم امين يمشيو معاه باش يخطبوا ليه. احمد خدا الطوموبيل ديال عابر هو سعاد ويارا معاهم حتى اكرام في الطوموبيل. بعد ما اصرت سعاد تركب معاهم وتونسها في الطريق، وامين ما معها سي رشيد ولا الملكه. اما عابر فحصلت مع معتصم، ركبت معاه هي وميليسا وسيراج. الطريق كلها ما دواتش معاه، غادي كيشوف يسرق فيها الشوفه. اما ميليسا ما سكتتش من الهضره، بابي بغيت نتعلم السوق. معتصم فاش كبري ان شاء الله تعلمي ناخذ لك طوموبيل.
ميليسا مي الطوموبيل ديال سباق، ما عطاتهم ديال السباق يا شنو غديري بها؟ بغيت نسابق بها بحال هادوك اللي كيبانو في التلفازه، عزيز عليا. بدا كيضحك على سراج في السباق ديال الرجال ماشي ديال البنات. ميليسا شافت فيه بعصبيه، غادي نكمل ونشارك في السباقات ونربح. سراج كتحلمي السباق ديال الرجال. ميليسا عقل على كلامي، فاش نكمل غادي نفكرك. كملوا الطريق يتناقروا شويه يضحكوا، مسكتو حتى جاهم النعاس. اما عند سهاد واحمد واكرام ما كانش باغي تركب معاهم. اكرام كون غير خلتوني مشيت مع عابر. سهاد وانا قاصده بغيتك تمشي معانا. اكرام وعلاش؟ وباش نعطيهم شويه الخصوصيه وعابر تسامح معتصم كيبقى فيا بزاف. اكرام وراها مسامحه. سعاد شافت جهته بغيتها تسامحو ديال بصح وعفى الله عما سلف. اكرام بصح هو كيبان كيبغيها بزاف. سعاد وداكشي اللي بان ليا حتى انا، خصوصا داكشي اللي عاودو ليا احمد. احمد غير سمع اسمه شاف جهه سعاد صحاب له كدوي معاه، خصوصا هو ما كيعرفش العربيه. واش دويتي معايا سعاد؟ لا لا داوي مع اكرام. احمد حرك راسو بالاجابه وكمل السوقان. اكرام شنو عاود لك على معتصم؟ قال لي بلي من نهار مشات عابر هو ضحيح، خصوصا فاش دازو الشهور الاولى عرف راسو كيبغيها ولا مهووس بها. كان ما كيدخل للدار حتى للفجر، غير الخدمه هي شي حاجه سميتها مره كان وفي ليها كل هاد المده. قال لي كان تقريبا كل شهر ينزل المغرب يقلب عليها، وعاد هو تخاصم مع مو على قبلها وصيفطها لامريكا حيت هي اللي عاونات عابر تهرب. وقال لي هذاك اللي زور الوراق لعابر تشد حتى هو ودخل الحبس، كيف ما هي تعصبات حتى هو تعذب. اكرام اي والله يصلح من حالهم، هذا ما نقول لك. طلع الفجر عاد وصلوا عابر واكرام مشاو للدار، اما سعاد واحمد ومعتصم وامين والسيد رشيد ولاله مالكه مشاو للوطيل يرتاحوا حيت دار اكرام وعابر صغيره، وهي خدات معها غير مينيسا وسراج اللي ما كيبعدوش عليها اكثر. يا سراج خايف عليها تهرب. غير وصلوا كل واحد شد بلاصتو ونعس. فق سراج هو الاول شاف جهه ماما ابتسم، مشى لجهته وعنقها وبدا كيبوس حتى فيقها. عابر كتحس بتقل عليها، شحال كيبوسها كيلعب لها في شعرها عرفاتو هو، حيت مينيسا فاش كتفيق كتسكت وكتسلت باش دير غير زباين. فتحات عينيها عنقاتو وبدات كتلعب معاها وكتضحك، وكيضحك حتى فيقو مينيسا اللي جات الغيره. بداو كيتخاصمو هو كيقول لها ماما وهي كتقول له ماما، وعابر وسطهم سطاوها. انا ماماكم بزوج غير سكتو بزوج بيكم. مينيسا فيا الجوع. سيراج حتى انا لا نوضو نوضو نغسل لكم وجوهكم وسناتكم، انا غادي نصايب لكم الفطور. نوضو كيتجراو للدوش، عابر ابتسمات غتحس هي كتقاد لهم الفطور وتشوف اكرام تفيقه حيت شحال خصهم يقضيو. من بعد الفطور تلاقاو عابر وكرام سعاد مشاو لكيليز كيتقداو داكشي اللي كان مازال خاصهم. اما مليكه بقات نهار كل مع جدها كيتعارفو، كتعاود ليها الجدة على الفتره اللي دوزاتها مع عابر، شنو دازت عليها في الاربع سنين، كيف دوزات الحمل ديالها وكل الموقع ليها. وكذلك مليكه عاودت ليها شنو طرا في غيابها كيف كانوا عايشين، ولكن دابا الحمد لله ربي رجع عليهم سالمه وعلى حتي تحت ظلام الحال. اما بنات فما هياش من طرع شو عند دقيقيه باش يكونوا كاينين في الخطبه مصوره بغي يصوروا الخطبه، شافوا التريتور يصاوب لهم الماكله، خسروا بساط الحوت واللحم المرقوق وداك الزواق العصري داروا ربع الطبالي على حسب العائله. وطلبت عابر من التريتور يدير نص خروف في الطبله ودجاج محمر بقواعدو وكتوصي على البنه، والديكور يكون زوين ديال الحطان، وصاو على الطاخت ديال الكلاص اللي غادي ياخذوها ورا العشاء، وما نساوش حتى الشلايد اللي غادي يكونوا ديال الفواكه البحر. عابر دارت كل ما في جهدها باش ما ينقص والو في الخطبه. شويه هو يصوني التليفون عند عابر، شافت لقات معتصم وهي تجاوبو. وي معتصم عابر فين كنتي دابا؟ على في كيليز. علاش؟ راه كنا في سيتي فاطمه حتى تفكر امين بلي مازال ما شرا داكشي اللي كياخد العريس في الخطبه واش يمشي ويدي خاوين. شوف عرفتي اجي وانا كنتسناكم هنا ونمشي معاها ياخد الصواب، راه ما يمكنش يدخل بيدو خاويه. معتصم يلا نص ساعه ونكونو معاك. داكشي اللي كنتسناوه مشاو تقداو داكشي كلشي على ذوق حتى من الخواتم قاسوهم، سالاو تقديو وخداو كلشي ووصلوهم. اكرام معتصم اجي طلع معانا. عابر غير خليه راه غادي يكون عيا. اكرام ويلي وغير يشرب غير الماء، اصلا خالتي مانيكا كاينه معانا هو اللي غادي يوصلها للوطيل، فين جالسين؟ معتصم شاف الساعه. اكرام مره اخرى ان شاء الله غير قولوا لخالتي تنزل باش نمشيو. عابر شوف صباح دوز هاد الدراري حيت غادي تكون مشغوله مع اكرام. معتصم ان شاء الله نزل من الطوموبيل، نزل ميليسا وسراج باسهم وطلعوا للدار. عابر من بعد ما نعسات ميليسا وسراج جلسات هي واكرام كيقادو الحلاوي في بلاطواس وتسمر معمر باللوز والكركاع بريستيج كيكون مزوق بالشوكولا ابيض وكحل داروه، وما كاين غال بيستاش وغا داكشي في بلاطو خاص بيه على شكل هرم، وقادو داكشي مزيان تكاو بقى لهم غير جمع الدار حتى الصباح ويجمعو.
وصل لها الخطبة، فقس عبير بكري الكلام صورة على معصاصين باش يجي ياخد الدراري، وبداو كيجمعو الدار، قادو الصالون، جمعو الدوش، البيوت، المهم سيخو كلشي داكشي قادو. والحاجة في يدها تسبيح كتسبح وديها الله يدوز كلشي بخير وعلى خير. بعد ما سالات قادت عبير الفطور، غير الحاجة عاد جمعو حوايج الحمام، وصل معصاصين وصل على عبير جيب ليه ميليسا، وسيرج حتى كيشوفها نازلة بشلابة في الأسود وشعرها جا معاها كعكة، المهم أنا جات كيوت. معصاصين فين غادين؟ عامر مشو الحمام، ها الوليدات معاك مازال ما فطروا، فطروهم فاش رجعوا من الحمام جيبوهم باش نبدل ليهم. معصاصم وصلوكم؟ لا لا بلاش، راه الحمام غير في الدوره. خلاهم مشاو، معصاصم بقى بسب عليهم لا يحتاج هما دخلوا الحمام. عند الدار جات ميليسا وسراج، مشو الفطرو فرحوا، بغينا بانكيك وعصير ليمون. معصاصم ديما على الطوموبيل وابتسم، تعال ناخذ معاكم. عامر واكرام داروا حمام للعرايسات ولاو كيشعلوا، مشاو للصالون صيبوا الشعر المكياج، ورجعوا للدار لقاو عامره العائله كلهم جاو يحضروا على خطبه اكرام، ويعرفوا شكون هذا اللي غادي يقبل يتزوج بها، واش قالت الحقيقه ولا خلاته في دار الخفلون. بغينا يعرفوا كل شيء كيف داير، واش لاباس عليه، كيف سمعوا على هاد الحاجه، ولا غير بغات تبان عليهم. بغينا يعرفوا واش صغير ولا شي باني زوين ولا خايب. بغينا ياخذوا الاخبار الصحيحه، وفي نفس الوقت جاو ياكلوا وينشطوا في عمر. اما هما كاع ما همهم اكرام تكون فرحانه وما تكونش. اما عمها ما جاش حيت كانت شد في الحبس بتهمه التحرش بالاطفال. جالسه في البيت كتسمع الثقل، ما راكش خدامه. وصلوا وسلم عرفات بلي جا تقلبها كيدق بالشهد، كترعد كدعي الله سبحانه ويكمل عليها بالخير. عمر هذات الخايب او عادات شي حد، ديما كانت شاده ليه من باش ما تضحك مع حتى واحد سواء امرأة او راجل، كتمنى يدوز كلشي بخير وقا قلبها مقبوط عليها. جاء امين ودخلوا مع معتصم احمد ومراته سعاد ووالديها، ومعهم رجال لابسين لباس تقليدي ابيض وطرابش وسلاهم في الاحمر هازين طيافر، كل شيء مقاد على حقه وطريقه. زوج قفاطن بشراب لهم وزيوفاتهم، وزوج قطعة جلابة بصبتهم وسكانهم، وبيجامات وباطا مفتوحة في الاحمر، وسطها كولية ديال الذهب بالبغاسلي والخاتم والحوالق، وباطا اخرى فيها كولية ديال الالماس والذهب البيض. كل شي بقى حال عينو في داك الخير اللي دخل، وكيشوفو في العريس اللي نازل عليه السر. لابس كوستيم اسود، قميجة حتى هي في نفس اللون، جا معاه الكومبلي خصوصا جسمو الرياضي، اي حاجة كيلبسها كتجي معاه. اما واحد معتصم فعلم اخر كيقلب بعيني غير هالعابير، حتى كيشوفها خارجة لابسة ديك الجلابة وتاها البلدي، واللون القرونة جاها غزال مع هي بيضة جات فنة، وشعرها جا معاه داي الحصان، ومكياج ناعم ركزات غير على شفايفها مكان احمر مات صافيها. كيشوف كي جات حتى تلاحظ عليه ميليسا اللي كانت لابسة كسوة بيضة كالاميرات وفيقاتو من سهوتو. معتصم اميرة ديالي، وهزا بين يدي ميليسا، بابي كيف جيت زوينة؟ معتصم جيتي كتحمقي. باسها وعيون على عبير اللي شادة في التراج. امين شاف الجدة وسلم عليها وسلم على العائلة كلها، معرفش علاش وجههم كان لانهم سبق لهم شافوهم، خصوصا الجدة صوتها ماشي غريب عليه وحتى وجهها، ولكن ما دا ولا جاب، ما عطاش الامر اهميه. بقاو شحال هما كيتحتوا وضيفهم اتاي والحلوى، حتى دوا سي رشيد لاله حفيظه حنا اليوم جينا طالبين راغبين في بنتكم اكرام لولدنا امين. الجدة بابتسامه، ونشوفوا البنت اللي كانت موافقه على ما نزيدكم غير الصلاه على النبي. شافت عابير باش تجيب اكرام داكشي اللي دارتو، دخلت عندها قاتها متوتره بزاف. اكرام يلا تخرجي راه كيتسناوك. اكرام هي كترعد، جيت زوين هياك؟ عامر جيتي فنه كتحمقي غير يلاهي. خرجوا هاد البنات بالصلاه والسلام حتى جلسوا احدى امين. الجده بنتي واش موافقه على هاد الزواج؟ اكرام بقات ساكته وهي حانيه راسها وشاده يدها في بعضهم، والابتسامه ما فرقاتش فمها. سي رشيد والسكوت على ما طرد الحاجه. الجده اذا قراو الفاتحه. امين علا يديه باش يقرا الفاتحه ويشوف صوره رجل ومراه وفي يدهم ولد يكون في عمره 8 سنين معلقة في الحيط. قام بلوكي كيشوف الصورة ورجع شاف إكرام ونزل براسو لمستواها وسولها، إكرام شكون هادوك اللي في ديك الصورة؟ علات عينها لجهة الحيط فين معلقة الصورة؟ هاديك ماما وبابا الله يرحمهم. أمين كيفاش؟ كيف سمعتي ماما وبابا الله يرحمهم؟ وهذاك الولد قبل ما تكمل كلامها كناض أمين بلاصتو كلشي شاف فيه. أمين وعيونه حمرين، سمحوا لي ولكن هاد الزواج ما يمكنش يكمل. خلاهم ومشى، كل شيء بدا كيدوي. تعالت الوشواشات حتى حد ما عرف شنو كاين ولا شنو وقع. اكرام تبلوكات نط من بلاصه وهي ما كترمش، ما عرفت شنو وقع ليها. جات تبع عبير وهي توقفه بيدها ودخلت البيته وصدات عليها ومشات كسات على طرف الناموسيه، والدموع نازلين بدون اي مجهود منها.
شافت عبير حالصة ومشات عند معتصم. شنو هادشي اللي دار صاحبك؟ معتصم: واه بعلمك، انا غادي نمشي نشوف ماله. حط لها ميليسا وخرج تابع صاحبه، لقاه خدا الطوموبيل ومشى غادي والتليفون فضلو على الله يجاوبه. في بلاصه ماشي بعيده واقف توفيق، غير شافه خدا الطوموبيل تبسم وخدا التليفون وحطو في ودنو. عابر ما عارفه ما دير، كترو الوشواشات حتى حسات بتليفونها كيفين بري. شافت المتصل وجاوبات: وي توفيق، عابر بغيت نشوفك دابا ضروري، خلي حتى الغدا راه ما عندي كندير دابا، انا حدا باب العماره نزلي جوج دقايق ورجعي. اوكي يلا انا جايه. قطعت الخط بغات تخرج وهي توقف ميليسا: مامي هذا توفيق. عابر: بنتي سيري عند امي ما انا جايه. امشي معاك لا غيضربك البرد، غير سيري رجعي وعطيني التليفون ديالك العام. يلا هاكي بقي هنا انا جايه. عند معتصم شحال هو كيصوني عليها تجاوبو: فينك؟ وراه البلاصة اللي كاين فيها. يلا هنا جاي. خمسة دقايق وكان عندو، مع نزل عطاه كلشي اللي وجه حتى دار دار، ولكن ما درتها ردات فعل. معتصم غا كيشوف فيه باين عليه كان كيبكي. واش انت راجل؟ انت ماشي راجل، واش انت بعقلك؟ شحال انت كديرنا في المواعيد انا ودانيال، وفي الاخر تجي نتايا دير هاد الغلط؟ واش ما عندكش المخ؟ واش ما عرفتيش شنو راك خرجتي على البنت؟ امين غير ساكس ما كيدويش. وفاش انت عارف راسك ما بغيهاش علاش داير هكا؟ علاش رفضتي الزواج بحدا عائلتها وبهدلتيها بديك الطريقه؟ علاش دوي مالك ساكت؟ علاش درتي هكا؟ امين ما نقدرش نتزوج بها، صدقات اختي. معتصم جاتو صدمه ولات هي تلعب حد ودار عنده. كيفاش شافي؟ كيف كتسمع؟ انا بغيت اختي تحدي بزوج وبدا كيغوت. كنت غادي نتزوج باختي، شفتي شحال انا منحوس؟ نهار اللي نبغي نبغي اختي من دمي ولحمي. الليل كله هو مع صاحبه جالسين فوق الجرف، والمدينه كتبرمل لتحت بدوك البوطات ديال الضو، بطوات الضو اللي مزينين الشوارع. اما الضيوف فاغلبهم كلشي ناعس، كل واحد فاش ساهي. معتصم يقدر يقول والو، لسانه عاجز على الكلام، حتى حاجه ما تقدر تصبر، وخصوصا اللي كان كيبغيها صدقات خصو. ووالديه اللي كان متلهف في انه يلقاهم ماتوا. اما امين حتى حد ما كيتمنى يكون بلاصتو او يعيش تجربتو. عاش طول عمره بلا والديه، كلشي بسببه. نهار اللي مشى لطنجة باش بابا يلقى شي خدمه، كانوا فقراء بزاف، ساكنين في بيت في السطح. بابا لقى خدمه في واحد المعمل ديال الخياطه، خدم غير عساس. اما امين كانت نفسو حاره باغي يعاون والديه، خدم في قهوه شعبيه كيمسح الطبالي وكيشطب. كان صغير ديك الساعه سمع شي دراري كيدويو من الخارج فيه الفلوس، وهما فرحانين حيت غادي يحرقوا باش يوليو عندهم فلوس. امين غير سمع هذا الكلام بقى حاضر حتى نضم بلايصو وغادي في اتجاه المرسى. تبعهم شافهم كيف نقزوا فوق السياج، شو كيتسلسوا بين الطوموبيلات حتى دخلوا للباطو. كان تابعهم في كل خطوه حتى حرق. فاش وصلوا شدوه البوليس، ولكن حسوا قاصر دخلوه للميتم. تما كبر وتعلم حتى لقاسو الظروف معتصم اللي ولا كل عائلته. فاش بغى يرجع ما لقاش والديه كاين بطنجة، رحلو واخا عيا ما كيقلب والو، بقى ديما عنده امل انه يلقاهم. ولكن للاسف نهار اللي لقاهم كانوا ماتوا، واللي بغاها هي اختو. صباح صباح جديد والدنيا ضويه والشميته شرقات. معتصم شاف جهه امين اللي كانوا عيني حمرين، دليل على انه كان كيبكي. امين خاصنا نمشي ورتاح، وخاصك تواجه اكرام بهادشي اللي عرفتي، متخليهاش هكا. امين بصوت باه: حاليا ما نقدرش نشوف فيها، كنظن من الاحسن بلا ما نشوفها. واش غادي تخليها بحال هكاك الاطرش في الزفه؟ من الاحسن ليها ما تعرفش، حيت غادي تعذب، خصوصا الحب ديالنا محرم. من الاحسن ليها تكرهني باش تقدر تكمل حياتها، خلا تظن بلي انا اللي غلط، بلي انا اللي سمحت فيها. معتصم غادي نقدر نصحك بوالو، كنتمنى تكون قوي. نادو كل واحد مشى في طوموبيلتو. امين مشى للوطيل، اما معتصم مشى لدار عابر وصرح لها الباب ودق. ثواني كانت فتحات ليه لاله مليكه. لاله مليكه صباح الخير، علاش انت ما خليتو فيها شي خير؟ معتصم ما فيه اللي يدوي، واش عابر ناعسه؟ تفاجات. علاش ما كانتش معاك؟ لا ما شفتهاش من البارح. مليكه لا تصم بلاصتها، ويلي فين غادي تكون مشات هادي؟ معتصم جبد التليفون من الجيب كيصوني حتى كيسمعو جاي من الداخل. جات ميليسا اللي ناعسه في الصالون، قرب لعندها وخد التليفون، شاف مليكه هذا تليفونها. قبل ما تجاوب مليكه فاقت ميليسا وكتضحك: مامي زيزي. معتصم حنا في اتجاهها: هذا انا باباك بنتي، ماما مازال ما جات من عند عمو توفيق. معتصم باستفهام: توفيق؟ شكون هاد توفيق؟ جلس جنبها باش يعرف شنو كتقول. عمو توفيق خدامة مع ماما، هو صديق ديالي، البارح صونا ليهم جات عندو خلات ليا التليفون. معتصم شاف التليفون عابر ودخل جهة الاتصالات، لقى اخر نمرة صورت على عابر مكتوب فيها لا توفيق، كليكا ويشوف ديك النمرة ماشي غريبة عليه. بقى شحال كيدقق وجب التليفون وبسرعة كتب النمرة ويطلع ليه نمرة صاحبه. تفاجأ ما عرفش توفيق منين كيعرف عابر، 100 سؤال وسؤال في راسو، عقلو تبلوكا.
داك الساعه شاف جيت مينيسا بنتي. من امتى وانت كتعرفي توفيق؟ من نهار ملي كنت صغيره. من شحال هادي؟ زاد تصدم كيفاش هاد الشيء. يعني هو كان عارف بلاصه عابر وخازن عليه، والبارح فاش قالوا ليه يجي يحضر الخطبه امين قال لهم بلي هو بعيد وعندو شي شغال ما غاديش يقدر يحضر. بقى منظم بلوكي، جاوه افكار فراس ما بغيش يتهيقهم. ولكن هاد الشيء اللي بان ليه شاف جيس مليكه. خالتي ردي البال معاك الدراري، ما تخليهمش يغبروا عليك، انا غادي نمشي نجيب عابر. مليكه ياك لاباس بنتي؟ واش بخير؟ بخير، انا عرفتها فين كاينه. خرج من الدار وكيدوز نمرة امين اللي كانت تحت الدوش كيفكر في المصيبه اللي هو فيها، حتى كيقاطع تفكيره والتليفون كيصوني. شاف نمرة معتصم وجاوب بسرعه، خاف لا تكون اكرام قاتلها شي حاجه. وي معتصم، واش كلشي بخير؟ معتصم امين دابا لقاك حدا باب الطوطيل ومعاك البيسي، ياك لاباس؟ عابير عابير، المهم حتى نجي ونعاود لك. وقطع الخط. مسافة الطريق كان وصلوا امين كيتسنى، غير شافو قف حداها وركب بسرعه. ياك لاباس اش واقع مع عابر؟ فتح البيسي شوف واش تبان ليا الاشاره ديال الجي بي اس ديال هذاك اللي كدرسو في خاتم عابر، شوف فين كاينه هي دابا. امين مازالش طول معاه في الكلام، فتح البيسي دقائق وكيخربق حتى دار جهزو. كاينه هنا بعيد عنا 100 كيلومتر. اوكي يلا نقلي داك البروغرام في التليفون باش نمشي نتبعها، وانت غادي تمشي لعند البوليس تجيبو معاك ضروري. شنو كاين؟ اش واقع؟ كنظن توفيق خطب عابر. توفيق؟ شكون توفيق؟ وشحال من توفيق كنعرفو؟ امين ومنين كيعرف عابر وعلاش غادي يخطفها؟ وهادشي اللي غادي نعرفو فاش نوصلو. دابا ما تزيدش تعطلني، كل دقيقه خطر على عابر. في كوخ خشبي صغير بين جبال وسط الغابه كانت ناعسة على الفوتي وجالس انفاس معاها. الا ما كنتيش ليا عمرك ما غادي تكوني لغيري، ومعتصم ما غاديش يفوز عليا هاد المره. بدات كتحل عينيها كتحس براسها كيضررها بزاف. ثواني فقط كتشوف راسها في اين بلاصه، بلاصه غريبه عليها. دورت وجا في بلاصه اللي هي فيها حتى كتشوفو جالس اوفاس معها وداير رجل على رجل. بقات كتشوف هي تفكر شنو وقع البارح فاش نزلت عندو. غير ركبات قبل ما تدوي كرش عليها شي حاجه على وجهها وصافي، من تماك ما تفكرت والو حتى فاق الدابة. كتحاول تنظم بلاصه، اشنو واقع؟ علاش جايبين هنا؟ توفيق وقف وجلس حدا. جبتك عندي، نتي بلاصتك معايا عابر. عابر باستفهام، كيفاش بلاصتي معاك؟ اش كتخربق؟ حتى يدي على وجهها. علاش سمحتي لي من بعد ما كذب عليك؟ كان سبب في دمارك انت وعائلتك. علاش عابر؟ علاش حيدت لي يدو بالشنطة من وجهها ونات من بلاصه؟ لا لا لا، انت باين عليك تسطيتي، شنو كتقول؟ على من كتهضر؟ ناض من بلاصو كندوي على معتصم. علاش عابر سمحتي لي؟ هو ما كيستاهلكش، انت ما يمكنش لي نخليك ليه. انت ديالي انا، ما عرفت والو، ما فهمت فيه حتى حاجه. وانت سوقك نسمح له ولا ما نسمحلوش؟ واصلا علاش جايبني لهنا؟ شمن تصرف هذا اللي درتي؟ دارت غاديه جهه الباب تفتحو، ولكن توفيق شد من شعره وجرها اتجاهه. قلت ليك بلاصتك معايا وكلشي غادي تعرفيه في وقته. شدت يديه كتحاول تحيدها من شعره، ولكن كان حاكمها مزيان حتى طيحها على داك الفوتاي. من الاحسن ديري عقلك يا حبيبه، شوفي انا كنبغيك اكثر منه، اصلا هو باغيك غير لمصلحتو. عامر باغي غير تهرب منه. نات من داك الفوتاي وقربت لي. عافاك خليني نمشي، بنتي كتسناني. لا لا حبيبه، ما عندك فين تمشي. ميليسا بنتنا، انا اللي غادي نجيبها لك. واش انت مصدق؟ قلت لك خليني نمشي في حالي ودفعاتو من صدره. زيدو حتى السمو عطاها بطرشه للوجه حتى طاحت الارض والدم دايز معها فمها. ها الحماق شنو كيدير؟ تيالي وبلاصتك معايا وبنتنا غادي نجيبها لك باش نعيشو. هاتخي كتشوف فيه باغي تفك منه باي طريقه، هذا باين عليه مسطي. ما طفلات لي على وجهه، كيفاش جراتي تضربني؟ شكون انت؟ شكون؟ مسح ديك الدفله في وجهه ويتلح ليها على عنقها قجها بيد وحده. علين تخنق كتحس براسها صافي غادي تموت، نتي غتكوني معايا ولا ما غتكوني مع حتى واحد. كيزيد يزير عليها وكيقرب لها حتى بقى كيفصل بيناتهم والو. هي فكره وحده اللي جات بالها، يا ربحه يا ربحه ضروري تنفذها. وبسرعه علت الكبسه وعطاتها ليه نيشان المنطقه المعلومه حتى طاح الارض كيبرد الدقه، وهي بدات كتكحب تقطع فيها النفس. وبسرعه مشات كتجري لجهه الباب فتحاتها وهربات. توفيق بقى بلاصتو حيت قصحاتو بزاف، غير برد عليه شويه الوجع وينو خارج وراها باغي يلقاها. قاعده كتجري وصل لك الغابه ما عرفاش راسها فين غدا، المهم تبعد عليه وما يلقاهاش. بقى غادي كيقلب والو ما بانش ليه فين غادي تمشي. ما عرفش من طريق شدات خصوصا الغابه كبيره وصعيب يلقاها. اما عابر كانت مازال غادي كتجري وكتحاول ما ديرش الحس باش ما يسمعهاش ويهرب بلاصه. كتشوف وراها واش قرب لها حتى كتحس وجع شديد في رجليها بسبب واحد الزاجه حفظت عليها وهي اصلا حفيانه، وصلت حتى تسمع صوتها في كل الغابه.
صافي غير سمع ديك الصرخه ديالها ابتسم ابتسامه جانبيه ومشى كيجري جهه الصوت وغادي يلقاها وتماك غادي يتحاسب معها واخا يضطر يقتلها. المهم عنده معتصم ما يربحش عليه هاد المره كيف المرات اللي دازو. اما عبير مسكينه بقات غاديه في الطريق والوجه كيقتلها والدم خارج من رجليها. وقفت ورا واحد الشجره على رجليها عندها كتحاول تخرج ديك الزاجه اللي في رجليها سدات عينها كل جهده حيداتها وهي حاطه على شنيفها من حال الوجع ما بغاش صوتها يطلع. بقات هكاك على ديك الحاله حتى هبد عليها واحد شويه فتحت عينها والدمع نازل منهم شافت جهه الجرحى لقاتها غارقه ولكن ما عندها ما ندير خاصها تكمل الطريق خاصها تهرب منه ما يمكنش ليها تبقى هنا. ناس من بلاصه بزاف كتمشى بالزربه كتقفز هي كتعرج كتحاول ما تعرفتش عليها بزاف وفي نفس الوقت كتشوف وراها حتى كتسطح معاه شافت فيه واقف حداها وكيشوف فيها غير شافته عنقاتو وبدات كتبكي عافاك ديني من عافاك راه هو ورايا معتصم عنقاو كيدوز يدو على راسها صافي صافي انا معاك دابا بعد عليه ويدو محافظه وجهها شنو واقع انت مين كتعرفي توفيق عافاك خلينا نمشيو ديك الساعه نحوت ليك يلا نبعدو معتصم ما بغيش يمشي خصوصا شاف وجهها مجروح وعنقها زرق فيه لطراس ديال الصبعان ولكن في نفس الوقت ما بغيش يخاطر بها اوكي يلا زيدي نمشي ولكن بغيتك تعاودي ليا كلشي حركات راسها من الموافقه وبدات كتمشي معاه وهي لاحظ ملي هي كتعرج مالك علاش كتعرجي تحنا جات رجليها علاها شويه وهي شافت ديك الجرحه قداش كبيره وغارقه كيفاش وقع لك مال من جاتك هاد الجرحه كنت كنجري وحفظت على واحد الزاجه هزا بين يدي وتم غادي مسافه ديال الطريق حتى كيشوف توفيق من بعيد غادي وبين كيقلب على عبير هنا معتصم صافي مقدرش يسمع لك راسو خاص يعرف شنو كاين حتى عبير حدا واحد الشجره مسلعه تسنيني هنا شدات فيتو فين غادي غادي نصفي شي حساب وهاني معاك عافاك يلا نمشيو يلا نمشيو من هنا تسنيني اوكي تم غادي في اتجاه توفيق اللي كان كل همه يلقى عبير حتى كيحس بشي تحطات على كتفه مع الدوره كيحس بالكروشي جاتو في وجهه نيشان حتى طاح الارض على عينو كيشوفو واقف حداه شنو مالك تفاجئتي ما كنتيش كتوقع اني نلقاك لا توفيق من الارض واخيرا انا معتصم جيتي الموسك برجليك معتصم مشى في اتجاهو زادو كروشي وتوفيق رد عليه بكروشي اخرى معتصم مشى توفيق من الكول ديال الشوميز قال قول لي شنو درت ليك باش خبيتي عليا عبير علاش درتي هكا وجبتي لهاد البلاصه على توفيق يدو بزوج وضرب دراع معتصم باش يبعدو عليه شنو درتي بدا كيضحك قول شنو ما درتيش معتصم واش انت مريض شنو درت لك انا كنتي كدير خويا الصغير توفيق بدا كيضحك بجهد اول حاجه بسببك الوالد خسر اهم صفقه في عمره وبسببك خسرنا الملايين بسببك ولينا فقراء هذه اول حاجه ثاني حاجه بسبب خساره الوالد جات ذبحه صدريه ومات ما قدرش يستحمل الصدمه هذه ثاني حاجه وثالث حاجه البنت اللي كنت كنبغي بسببك صبحات فيها ومشات عندك معتصم تبلوكا هذيك الصفقه كانت خدمه وباك هو اللي ما عرفش يتصرف ما تنساش انت كنتي مصهور وموتو ما عندي حتى صيله به انا ولكن اش من بنت كتهضر عليها الا بنت خديتها لك واش غادي تلعب معايا دوي ديريكت بالالغاز توفيق ايميلي تصدم وانطق بهمس ايميلي انت اللي كنتي معاها على صوته معلي خنتيني انت توفيق على سلامتك من عرفتي انا معتصم تسدو عيني ووجهها تجاهه بدا كيهضر فيه وكيهضر خنتيني مع مراتي ها وانا كنت حاسبك خويا خنتوني هالغداره بدا كيضرب فيه توفيق توفيق كيبغي يرد دقه ولكن والو معتصم عيونه تسدو بقى كيبان ليه والو كيضرب حتى ولا جثه مطروحه في الارض كله دميات كل موقع شافته عابر وسمعت ولكن فاش شاف توفيق كيف ولا بان ليها بلي عليا يموت بدات كتعرج في اتجاه معتصم حتى وصلت ليه شداتو من يدو دارت اتجاهها حيدي عابر من الاحسن تخليني نكمل عليه عابر الدموع في عينه عافاك خليه عافاك ما تولينيش قتال على الاقل فكر في ولادك وفكر فيا ما تخلينيش عارف بلي عايشه مع قتال معتصم عابر قلت لك سيري من هنا رجع معايا كمل عليه الى سي ضربه وحده كنوعدك عمري ما ندوي معاك هنا غادي نسالي ها كيشوف فيه ورجع كيشوف فيه كيف ولا حالته طفل عليه وضربه برجلو وعطاه بظهرو وشد في عابر ثم غادي حتى كيوقفهم صوت توفيق معتصم قالها بالشاد دارو هو يشوف واقف وسلاح في يدو مبتسم سنانو كلهم دم وعينو زراقت وجهو من الفوق كلو كدمات ما كانش عليك تخليني كان عليك تكمل اللي بديتيه قبل ما يدوي معتصم كان توفيق طلق الرصاصه الاولى اللي اخترقت جهه صدرو عابر شاقات معتصم ولاو عيونو حمرين من كثره الوجع وطاح على ركبيه كيشوف جهه توفيق توفيق دلقى وجه النام ودار السلاح في جهه راس معتصم ولا تسمع الطلقات الثانيه اللي خلات الدم كينزل بين عينيه واستجبهته
ما تعطلش. هذيك ساعة تحجتها في الأرض ولفت الفاس الأخيرة جالسة في الجردة كتشوف ميليسا وسيراج كيلعب وحدها كيف فرحاني مع بعضهم. بين عليهم الانسجام، هل انتقلوا لأستراليا؟ بدو كيتفاهموا. أما هي ضعفت بزاف وجهها شاحب لي يشوفها، ما يعطاش باللي هي مازال في العشرينات. قوة الهموم والأفكار اللي مخلينها بلا العاس. هاد العامين اللي دازت عليها كانت صعيبة، ما عندهاش الزهر باش تفرح. خسرات جلال أول مرة، كان هو أول حب ليها وأول واحد فتحت لي قلبها. ومن بعد مدة وجهوا حبهم بالزواج، ولكن الفرحة ما تماتش. ونهار الزوجة لبست عليه البيض ولات أرملة، أرملة عذراء. انكسرات وفقدت الأمل في العيش، حتى كانت صافي غادي تنتحر. ولكن إن شاء الله باش تبدا حياة جديدة. واخا كانت حياة مبنية على الكذوب والغش والخداع، ولكن عاشت شي حاجات زوينين وتعلقات معتصم وسراج كانوا أسرتها الصغيرة. ونهار اللي عرفت الحقيقة تخلات على كل شيء وقصحات قلبها وبعدت عليه. بنتها كانت هي سبب صمودها في الحياة وسبب سعادتها، واخا عمرها نسات معتصم، حيت القلب ما كيشاور، وإلا دخلتي شي حد في أعماق قلبك صعب أنك تخرجه. هذا هو الحب، الحب اللي واخا كان عيا ونحاولو نكرهو الإنسان اللي حبيناه والو ما كنقدروش. يمكن توصل بينا نقولو بلي هذاك الإنسان مدلول، ولكن حتى هو ما كرهش وقلبه هو اللي مسيرو. وديما في الأغلب الأحيان القلب هو اللي كيغلب العقل. نهار رجع ليها أول مرة شافته بعد انقطاع ديال 5 سنين، حسات بقلبها كاين بطن جديد، ولكن مبغاتش بيه اللي بغاتو تحسو بلي هي كتكرهو، خصوصا داكشي اللي دار فيها وسامحاتو بحجة الوليدات. ولكن هي كتبغيه لدرجة مجرد ما شافته نسات كل ما دار فيها. ندمت بزاف حيت كانت كتبعدو عليها، ندمت حيت هي سبابه. كل ما منعاتوش داك النهار يقتل توفيق كان غادي يكون معاها مع وليداته. بسببها وليداتهم محرومين من الأب ديالهم، ولات ما كتقدرش تنعس الليل، كل تفكيره معاه، كل حياتها تدمرات من جديد. وبين بلي في قلبها جرح لا يندمل ولا ليندمل، كتلوم راسها حيت هاد المره هي اللي دمرت حياتها. كتحس براسها منحوسه ديال بصح، كل الكلام اللي كانت كتسمعو شحال هذا ولات كتحسو منحوسه وما عندها زهر. كملت داك كاس القهوه ديالها وابتسمت لسراج ومينيسا فاش شافتهم جايين عندها. مامي بقاي معانا اليوم؟ مينيسا بليز مامي بقاي معانا. عابر ابتسامه، نتوما غادي تبقاو مع جداتكم بحال ديما، وانا غادي نمشي للخدمه وفي العشيه نخرجكم. مينيسا ما تعطليش مامي. انقاتو ما نقدرش نتعطل عليكم، راكم الروح ديالي. دخلات من باب الشركه خطواتها كلهم ثقه، لبست سروال ديال التوب في الباج طالع فوق الخصر، ومدخلات تحت منو تيشيرت بيضاء وفوقهم فيست في الباج وشعرها اللي طوال طالقه على راحتو، دايره شويه ديال الماكياج باش ما تبانش تعبانه، تبان قويه وعكرمات في الاحمر. كتشوف راسها فين كانت وفين ولات. كانت مجرد مربيه ودابا اشهر وومن بيزنس في استراليا. بعد الحادث اللي وقع المعتصم عرفت باللي كان كاتب ليها هي وسراج وميليسا اسهم في الشركه ديالو، واللي القيمه ديالهم كانت فوق 59% من اسهم الشركه، الشيء اللي خلاها هي اللي تكون متراسها. كانه كان حاسس باللي غادي توقع ليه شي حاجه. قبل من الحادث باسبوع دار هاد الاجراءات كلها. دخلت لغرفه المكتب ديالها لقات امين واقف تما كيتسناها. مدام عابر مبروك عليك المناقصه الجديده. عابر هادي امانه عندي وخاصني نصونها لوليداتي. امين تردد، واش دويتي مع اكرام؟ واش هي لاباس؟ عابر جلست في البيرو ديالها وامين قرب وجلس حداها كيتسناها تجاوبو. عابر كتدوي بجديه، انت اللي تخليتي عليها ما عرفتش انا علاش دابا كتسول عليها. وعامين ملي جينا لاستراليا وديما كتسوني وانا كنجاوبك نفس الجواب. ها امين خلي عليك البنت في افتقار، خليتيها ما عارفه والو بسبب داكشي اللي درتي لها الخطبه، وبعد مده عاد قدرت تنسى، خلي عليك في افتقار. امين وما نقدرش عامر، ضروري خاصني نطمئن عليها. هي الا قلتي لي علاش درتي ديك الحاله؟ حيت مازال لحد الان باغي نعرف. امين ما قدرش عامر حيت عارفك انت صاحبتها وغادي تقولي لها. كتقرا في الوراق، اذا ما تبقاش تسوني ومن الاحسن خليها غير في الخدمه. امين واش كاين شي تحسن؟ امين وخلينا في خدمتها حاليا عافاك. داز النهار كله هي في الخدمه، ولات جديده بزاف، باغيه تكبر الشركه اكثر ما كانت كبيره، باغيه معتصم يكون فخور بها وتبرها لي بلي هي كانت قد المسؤوليه. بقات هكاك حتى وصلت ربعه د العشيه، عاد سالات كتحس بلي هي شافت الساعه، هذا هو الوقت اللي خاصها تمشي. لبست الفاز ديالها وخدات ساكه وخرجت في اتجاه الباركينغ. خدات طوموبيلتها وبقات غدا حتى وصلت للبلاصه اللي ولات كتمشي لها بشكل يومي. حفظاتها لدرجة حابسة حاسبة كل خطوة كديرها، ولات معروفة تما، كل شي كيشوفو يبتهس كتبتسم ليه، حتى هي كترد عليهم ابتسامة مبغياش تبين ضعفها لشي حد. بقات غادا حتى وصلت حدا واحد الباب، وقفات 3 ثواني وزادت في ابتسامتها وفتحات الباب ودخلات. عابر حبيبي سمحلي تعطلت عليك اليوم. مشات اتجاهو تحنات عليه باست ليه راسو
وبعدها تعبير تخبارك اليوم خدينا المناقصة ديال الأرض لفرنسا، مشات جي سدوش عملت بانيو بالمدافي ودارت فيه باندوش ورجعت لعندو. عارفك غادي تكون فرحان حيت نجحت ياك حبيبي. أما هو كان ممدد فوق السرير داير بيه بزاف ديال الأجهزة اللي خاصة بالنبض واللي خاصة بالأكسجين في الدم واللي كتعطيه الأكسجين وسيروم ديال الدواء وفيتامينات وجوتا كتنفس لمدة عامين ما تبدل والو. وعبير نهار على نهار عندها أمل أنه يعيش. تحنات جهته بدات كتمسح ليه داك الزي ديال المرضى، خدات فوطه وغطساتها في داك البانيو وعصرتها شويه وبدات كتمسح ليه داتو كلها، يدو رجلو صدرو، كتحاول ما تقيش دوك الخيوط اللي دايرين ليه الاطباء. والفات كيف ديال ليه حتى سالت ليه، ومن بعد دارت من تحتو عنقو فوطه ناشفه بدات كتحسن ليه وسالت ليه كالعاده. مسحت ليه وجهو رجعت عمرت البانيو وعاودت ليه المسيح وبدلات ليه ديك اللبسه الطبيه. عاد جلسات خدات كريم بس كدي لي مساج لي رجلو، هذا هو روتينها هاد العامين. سالات جلسات جنبو شدات ليه يدو وعساسي حبيبي توحشتك بزاف، واش انت ما توحشينيش؟ واش ما توحشيش وليداتنا؟ عافاك حبيبي رجع ليا، عافاك مع عساسي فيق فيق. حنا طلاصه ليدو بس صوت معناسين توحشاتو بزاف، يا ريت كون يرجع ليها الوقت ما تقصحش راسو معاه، ولكن الكتاب ما منه هروب. نرجع لنهار الحادث اللي داز عليها عامين. بعد ما نقلوا في حاله حرجه دخلوا لغرفه العمليات اللي استغرقات اكثر من 10 سوايع حيت الرصاصه جات قريبه للقلب. كان عليهم يكونوا حاضرين معاه حيت اي تصرف غلط ولو صغير يقدر يموت فيها. ومن بعد دوك السوايع خرجوا الاطباء من غرفه العمليات ولكن وجههم كان ما كيبشرش بالخير. عابر غير شافتهم خرجوا تلاحت على الطبيب، كيبقى بخير ياك؟ كلشي داز مزيان ياك؟ الطبيب بقى ساكت لثواني شي اللي زاد وترهم. امين شنو كاين؟ واش كلشي هو هذاك؟ من الاحسن تمشيو معايا للمكتب نشرح لكم الحاله. عابر باللهفه والدموع تزيد من عينيها، طيب هنا ما عندنا علاش نمشيو للمكتب، قول لي واش هو مازال عايش ياك؟ الطبيب حاليا مازال عايش ولكن مازال ما داز مرحله الخطر، خاص حتى دوزني له 70 ساعه ونشوفو. عابر يعني غادي يفيق ياك؟ الطبيب حتى دوز مرحله الخطر عاد نقدر نقول لكم، دابا نستأذن لكم حيت عندي حاله مستعجله. اكرم على القس عابر، ما تخافيش اختي ان شاء الله يولي بخير. عابري وهي كتبكي، انا السبب وانا اللي قتلي ما تقتلوش. امين ما قدرش يشوف في جهه اكرام. عابر الحمد لله وصلت في الوقت وتوفيق هذا الجزاء ديالو، مصاصي قوي غادي يدوز هذه المرحله بسلام. داز الوقت، عابر ما بغاش يمشي في حاله، كتسنى غير امتى تفوت ديك 72 ساعه بخير ويقع ليه والو، والعائله كلشي معاه مسنينه من غير سعاد اللي كان شاده الدراري. شويه وهي تجي ممرضه كطلب من عابر تجي لغرفه الطبيب حيت هي مراتو. شافت في امين، عافاك يلا معايا. مشاو هي كتدعي يكون كلشي بخير حتى دخلوا عندهم. دكتور اشنو واش معتصم مزيان؟ اشار لهم باش يجلسوا وكمل كلامه. الحمد لله هو حاليا داز مرحله الخطر. ابتسمت وشافت جهه امين اللي بدلها ابتسامه ورجعت شافت في الطبيب، ولكن للاسف وقعوا لينا مضاعفات فاش كنا في غرفه العمليات. امين كيفاش مضاعفات؟ جاتو سكته قلبيه وسبب الاكسجين تقطع على المريض مابقاش وصل ليه للدماغ. عابر ما فهمتش دابا معتصم مزيان ولا لا؟ الطبيب هو حاليا داز مرحله الخطر ولكن انقطاع الاكسجين على الدماغ ادى لغيبوبه مؤقته. عابر كيفاش غيبوبه؟ امين عابر هذا يخلينا نعرفوا الطبيب شنو كيقول دابا، واش غادي يفيق منهم؟ وعلى حسب ما نقدر نقول والو حيت هذا الشيء خارج على الاراده ديالنا، كل شيء في يد الله. فقط من الشروط ديالها شافت فيه بكل حب، كنتمنى تفيق عن قريب، راه توحشك بزاف ولادك حتى هما توحشوك. جات من بلاصه لبست عليها الفيز ديالها وباسو فراسو خرجات غادي لعند الدكتور ديالو تشوف واش كاين شي تحسن في حالته. داز الوقت، كانت 3 الصباح بدا كيحل عينيه بشويه، كيحلهم وكيسدهم، كيحرك الاصبع ديال يدو، الشي اللي خلى الاجهزه اللي دايره بيه كدير صوت قوي. جا الطبيب كيجري هو الممرضات غير فتح الباب ديال الغرفه ديالو ويتصدم. اما عابر كانت كيف العاده جالسه في البالكون ديال البيت ديالها ما كتقدرش تنعس، الا نعسات جوج سوايع حتى ثلاثه بالنهار كافينها. سمعت التليفون كيصوني استغربت، شكون غادي يصوني عليها في هذا الوقت؟ ناضت كتشوف نمره الطبيب بصراحه جاوبات، خافت لا تكون وقعت ليه شي حاجه. اما الطبيب من بعد ما فحصو حيد ليه دوك الاجهزه اللي كانت متصله بيه وحيد ليه داك الاكسجين وعلاو ليه انه مسيح حتى ولا جالس وكيشوف جهه الباب كيتسنى غير امتى تجي، حيت الطبيب قال لي بلي عابر كانت معاه طول مده الغيبوبه ديالو اللي استغرقات اكثر من عامين. تدخلت عليه لابسه بيجامه ديال النعاس وفوقها مونطو دليل انها كانت مزروبه متلهفه تشوفو.
فتح ذا الباب كتشوف فيه جالس على الناموسية كيشوف فيه حتى هو. بدات الدموع نازلة من عينيها مبتيقهاش بلي أخيرا فاق، وانتظارها ليه جاب نتيجة. معتصم كتافة كيبتسم ليه حس كيحس براسو عيان بزاف، مقدرش حتى يدوي. وحتى هي بدلاتو الإبتسامة، تمشات تجاهو بخطوات تقيلة حتى وصلت حداه، حطات يدها على وجهو كتفحصو بعينيها. مازال مبتيقة بلي فاق، ودموعها دايزين شلال دمعة ورا دمعة. تحضرات تجاهو بدون أي كلمة وعنقاتو، كتعبر على مدى الإشتياق ديالها ليه. ناسية العالم كله، معطاتش إهتمام للطبيب اللي كان واقف حداها والممرضات. بعدات عليه هو كيتبتسم، واش مسامحاني يا عمير؟ ابتسمات، شحال هذا مسامحك اصلا هذا. حطات يدي على قلبها، ما عمرو كرهك، بنتي ما كيبغيك وغادي يموت وهو كيبغيك. توحشتك بزاف، توحشت تسمع صوتك، توحشت تشوفها ديالك. معتصم كثافة فقط انه يعنقها، هي خشات راسها في عنقه وكتستنشق ريحته. كدعي الله ما تكونش كتحلم ويكون هادشي حقيقة، حيت شحال مرة عشت هاد اللحظة من بعد كتفقد تلقاها مجرد حلم. دازت 15 يوم، معتصم تحسنت حالته مع الترويض ولا مزيان، كيتمشى كيقدر يحرك الأطراف ديالو كلها. حسات المدة اللي كان في غيبوبة طويلة ولازم يديرو ليه الترويض. جالسين في فيلا مجموعين سعاد أحمد وبنتهم يارا وولدهم يحيى اللي عنده 3 شهور، وعمتو بابا عابر وسراج، وميليسا اللي فرحان اللي برجع باباهم من السفر. شي اللي قالت ليهم عابر فاش كان في الغيبوبة، وحتى أمين كان معاهم. عابر هز صينية فيها عصير، شاف في معتصم وابتسمت ليه باش يدوي، وفهمها وشاف أمين. أمين دابا الحمد لله حنا مزوجين وبولادنا، مازال خاص غير نفرحو بيك نتا. أمين أنا حاليا ما كنفكر لا في الزواج ولا حتى حاجة، خليوني هاني بهني. عابر حطت الصينية، ما يمكنش هاد الهضرة، حنا صافي دوينا مع العروسة وقلنا لك ليها تبدا توجد راسها. أمين بصدمة، عروسة؟ إلا عروسة. معتصم علاش أنت شحال وحدة كتبغي؟ على حد معرفتي أنا وإكرام كنتو كتبغيو بعضكم. أمين تعصب من هاد الكلام اللي كيقول صاحبو، كنظن أنت راه طرات عليك هاد الغيبوبة اللي كنتي فيها، نسيتي السبب اللي خلاني نسمح في كلشي. معتصم نسيت ما نقول لك بلي إكرام صدقات ماشي أختك. أمين لا لا أنت واقيلا حماقيتي. قطعتو عابر ودوات بالزلمة، إكرام راه غير تبناوها والديك، هي راه ماشي أختك، جابوها لعندكم فاش كانت عندها 3 سنين. أمين كيحس بالصفار في ودنو، متيقش لي سمع، كيفاش؟ وعلاش مقلتوهاش؟ نوض من بلاصو، يعني إكرام ماشي أختي؟ عابر إيوا باش غادي نعرف بلي نتا ولد الناس اللي ربو إكرام؟ كون قلتي ليا كون راه دابا عندكم شي بنية ولا وليا. أمين دابا غادي نمشي للمغرب، وتم غادي جهة الباب. احمد واتسنى صاحبي راه غدا غادي نمشيو مجموعين، اجي جرتاح. امين غادي نمشي بنوجد راسي. خرجوا هما بداو كيضحكوا عليه. وصل الليل، احمد وسعاد مشاو لدارهم باش يوجدوا ريوسهم باش يمشيو معاهم. والدي العابر حساهم نعسو توحشوا البلاد، جاو غير على قبل العابر ما تبقاش بوحدها. ميليسا وسيراج حتى هما نعسو. داز الوقت ساعات واسابيع وشهور واعوام، بالضبط 10 سنين. جالسين مجموعين كلهم في الجرده كيشوفوا في القطبان، كلشي فرحان. سيراج كبر ولات عندو 17 عام، جالس كيتحسس مع يارا اللي ما كتفارقوش ديما فاش كيتجمعو كتجلس معاه. وكرام كتجري هي وامين ورا ولدها ريان خايفه عليه يطيح في لابيسين، وسعاد كتسك النزار. ولدها جا عزيز عليه اللحم والقطبان. احمد جالس معاها معنقها بعيد عليهم شويه. جالس عابر وفي يدها النور اللي كانت كترضعها. معتصم خاشي راسه كيشمشف بنته، شويه بدا كيقلب على بنته ما لقاهاش. ميليسا ما شتاش من ورا الذبيحه غبرات. عابر وشوف نتا غير دارت 16 عام شريتي لها الطوموبيل، بقات جلست كاع في الدار. معتصم وخلي الاميره ديالي عليك في الثقال، تفتش كيف ما بغات على باباها. عابر وراك فششتيها بزاف، واش اللي بغاتها كتجيبها ليها حتى من الطوموبيل كتسوق في هاد السن، وزيد عليها ديما مضاربه مع الدراري في المدرسه لحد الان اللي سي ديما مسبقه يديها على فمها. معتصم مزيان جي قويه في الشخصيه ديالها. شويه وما يشوفوها دخلات بابي. معتصم ابتسم الاميره ديالي وفتح لها يدي باش عنقو، ما عطلاتوش فيك تي بنتي. غير هنا عاود داك السباق ديال الطوموبيلات. ميليسا بقات كدور في عينيها، شدات من ودنها عابر، يا بنتي غديري عقلك، راه شي نهار غتوقع لك شي حاجه. ميليسا ما تخافيش مامي، بنتك بميات راجل. وباسا ونات مشات جهه السراج، ويا راه جلست معاها. معتصم كيبتسم لعابر، كنبغيك. حطات راسها على صدرو كتشوف عائلتها وصحابها كلشي مجموع، حتى انا كنبغيك.